يبقى الكابلات هي الوسط او الحاجه اللي انا بستخدمها عشان اربط بين الحمل والمصدر. هو المصدر ده ممكن يكون ايه؟ المصدر ممكن يكون ايه عندك في المشروع؟ لو مشروع صغير ممكن يبقى المصدر بتاعك اللوحه، تمام؟ الديستريبيوشن بورد بتاعتك الصغيره زي اللي موجوده في البيوت دي، تمام؟ طيب في اكبر منها، تمام؟ اكبر من اللوحه دي، من الدي بي، حاجه بيسموها سب ام دي بي او اس ام دي بي. طب في اكبر منها؟ اه في ام دي بي، المين ديستريبيوشن بورد او المين ديستريبيوشن بانل. بعديها على طول في مين؟ الترانسفورمر. يبقى حسب ظروف المشروع، لو المشروع عندك صغير يبقى انت بادئ من لوحات صغيره. طب لو المشروع كبير ممكن يبقى عندي فيه محول في المشروع، يعني في ناس في المشروع بتاعها عنده محول ب2 و3 و10، تمام؟ هنشوف دلوقتي سنجل لاين دايجرام. في كمان جزء الميديم، الميديم فولتج، في عند الميديم فولتج سويتش جير. يبقى انت لو المشروع بتاعك كبير شويه شركه كهرباء هتعمل لك ميديم فولتج سويتش جير عندك في المشروع، وتاخد من الميديم فولتج سويتش جير بتدي المحولات، والمحولات بتدي اللوحات الرئيسيه، واللوحات الرئيسيه بتدي لوحات فرعيه، واللوحات الفرعيه بتدي لوحات فرعيه اصغر منها، لحد ما اوصل لمين؟ للود. طبعا الكلام ده انا بشوفه في رسمه، تمام؟ بنسميها سنجل لاين دايجرام، تمام؟ يبقى انا عايز اشوف مسار الكهرباء من اول ما جالي من سكيكو لحد اللود بتاعي. ميديم فولتج سويتش جير، نركز مع بعض، ميديم فولتج سويتش جير، بعد كده محولات، بعد المحولات في عندي الام دي بي او المين ديستريبيوشن بورد او المين ديستريبيوشن بانل. هنشوف السنجل لاين دايجرام قبل ما نمشي النهارده ان شاء الله، معانا مخطط كده في كل الحاجات دي، تمام؟ بالتفصيل. بعد كده اروح للوحات، لوحه كبيره تدي لوحه اصغر، لوحه اصغر، لحد ما اوصل بعد كده ايه؟ بالكامل. طبعا بربط الحاجات دي ازاي ببعض؟ سواء كان ميديم او لو، بربط الحاجات دي ازاي؟ بربط بحاجتين، يا اما بكابلات يا اما بحاجه بنسميها باسوي، صح؟ طيب الشغلانه بدات بالكابلات، تعال نبدا نشوف الكابلات. هسال سؤال، هو مين بيحدد مين؟ الحمل بيحدد الحمل؟ الحمل بيحدد المصدر ولا المصدر اللي بيحدد الحمل؟ يعني انت لما بتيجي تعمل حسابات هتروح تختار المحول واللوحات وبعد كده تختار الاحمال؟ ولا بناء على الاحمال؟ بناء على الاحمال. يبقى بناء على الاحمال بختار باقي الحاجات اللي هي ايه؟ بطلع بقى من الحمل بكم؟ رايح للوحه، الروحه الصغيره تدي لوحه كبيره، لوحه اكبر، لوحه اكبر، لحد ما اروح لمين؟ للمحول. يبقى انا لازم ابقى عارف ان التربيطه بين السورس واللود عن طريق مين؟ المين بتاعنا او الشغل بتاعنا الرئيسي كابلات. طيب الكابلات دي مش في منها حاجات مصنوعه من نحاس، حاجات مصنوعه من الومنيوم، حاجات مساحه المقطع بتاعتها صغيره وحاجات مساحه المقطع كبيره. كابلات انا هحطها على كيبل تريلي في الهواء، وفي كابلات بدفنها في الارض، صح؟ يبقى في انواع كتيره مختلفه من الكابلات، وفي بارامترز بتاثر في الكابلات، تمام؟ يبقى الكابل عباره عن ايه؟ كابل هو عباره عن وسيط بيربط المصدر بمين؟ بالحمل. مين بيحدد مين؟ الاحمال هي اللي بتحدد المصدر، يعني بناء على الاحمال بنرص بقى اللوحات، وبناء على اللوحات بنحدد اللوحات الاكبر وهكذا لحد ما نوصل. محتاجين ترانسفورمر في المشروع ولا ترانسفورمر مش في الاسكوب بتاعي؟ وهكذا، اتفضل. متى استخدم الكابلات والباسوي؟ مش الاخبط ده ولا ده؟ الباسوي هو مين افضل؟ هنعرف على اخر المحاضره، تمام؟ خلينا بس نشتغل على الكابلات. طبعا في الحاجات اللي هي الريت بتاعها عالي هنعرف دلوقتي في المحاضره من الكتالوجات. انا في عندي بعد الريت ده بروح للباسوي، تمام؟ وهنعرف في ميزه خطيره في الباسوي عن الكابلات، هنعمل مقارنه كده بين الباسوي والكابلات. خلينا بس نبدا السكه واحده واحده. انا بناء على مين بحدد مين؟ نتفق رقم واحد. نعم. غير الباسوار، يعني الباسوي غير الباسوار اللي جوه اللوحه شبهه كده. هو بدل ما انا بنقل مثلا 3 فيز في عندي 3 كابلات، تمام؟ وكابل ارضي، تمام؟ او 3 فيز ونيوترال وارضي، تمام؟ لا انا بستخدم حاجه بيسموها باسوي. هوري لك شكله دلوقتي، هوري لك شكله. يبقى خلينا نتفق رقم واحد، مين بيحدد مين؟ الاحمال هي اللي بتحدد السورس. يبقى بناء على اللود انا بعمل سيلكشن للوحه، بعمل سيلكشن للكابلات، بعمل سيلكشن للترانسفورمر. ده كله بيظهر في مخطط اسمه ايه؟ اس ال دي، سنجل لاين دايجرام، بيسموه المخطط الاحادي للكهرباء. طبعا السامبلز دي عايزك تخليها كده جنبك عشان هنبص في الكابلات ونشوف ايه الكلام اللي مكتوب على الكابل، عشان ما تروحش تطلب من
للمقاول عين لو جبنا لك اصلا الحته اللي قصصها لك دي الخمسين ما فيهاش اصلا البيانات. بتحصل كتير جدا تروح قصص لك حته كده ما فيهاش الداتا اللي انت عايزها. فاحنا هنبدا نشوف الداتا دي. اي كلب بابسط صوره ليه بيتكون من ثلاث حاجات. ابسط صوره للكلب طبعا الكلبات هتلاقي اللايرز دي والحاجات اللي جواها هتبدا تختلف تمام. بس ابسط صوره عندي هنراجع مع بعض اهو هنراجع مع بعض عشان تطلع من المحاضره استفدت بحاجه ما تنامش. اول حاجه عندي وده الشغلانه الرئيسيه او المكون الرئيسي اللي بيبدا يوصل التيار الكهربي اللي هو احنا بنسميه الكوندكتور. يبقى رقم واحد اللي هو الكوندكتور. الكوندكتور فيه منه نوع سوليد مصمت وفي نوع ستراندد. في نوع سوليد ونوع ستراندد. اكتب عندك كده سؤال مين هيبقى افضل السوليد ولا الستراندد؟ الشعيرات ده افضل ولا انا اجيب كابل كل القلب بتاعه حته واحده؟ سؤال اهو بالبلدي كده. لما بص على الكابل بص على العينات اللي عندك الناس ماسكه عينات. هل انا اجيب كابل سوليد كله حته واحده افضل ولا اجيب كابل شعيرات؟ انا اعرف ليه. طب حد يعرف ليه؟ السكين افكت. برافو عليك. طيب الطبقه اللي بعد كده اللي لون احمر دي اللي احنا بنسميها الانسيوليشن العزل. بعد كده في طبقه بنسميها التشيز. التشيز دي فايدتها ان هي بس ايه؟ كفر او بيسموه جاكيت. يبقى ابسط تكوين ابسط تكوين للكابل من ثلاثه لير. قولهم تاني يا باشمهندس ثلاثه لير. الكوندكتور والانسيوليتور والتشيز. طيب لو بصينا بقى على تفاصيل اكتر للكابل. تفاصيل اكتر للكابل. لو انا بصيت اول حاجه عندي الكوندكتور، يعني انا لو بصيت هنا ده كابل ايه ده اولا؟ 3 فيز ولا سنجل فيز؟ بص كده هتلاقي كابل وفي ثلاث حاجات طالعين كده كل واحده فيزا، كل واحده لينير، تمام؟ ال1 ال2 ال3 ده 3 فيز. طيب رقم واحد هنا اللي هي لون اصفر دي الشعيرات ده اللي هو مين؟ القلب او الكور او الكوندكتور. يبقى رقم واحد اللي هو مين؟ الكوندكتور. كنت انت متوقع بعده على طول هيجي مين؟ الانسيوليتور. تمام؟ او العزل. هو قال لك طبعا استخدام الموصلات في صوره شعيرات اللي هي الاستراند دي بيبقى افضل عشان موضوع مين؟ تاثير السكين افكت. بعد كده قبل ما اروح للداي الكتريك او الانسيوليتور ده حطيت حاجه بيسموها الكوندكتور شيل. ده غلاف للموصل، يعني انا بدل ما احط العزل لا رحت حاطط غلاف كده لافف على الكوندكتور نفسه اللي هو الطبقه اللي لونها اسود دي. وخلي بالك هضيفها قبل العزل وبعده. يعني هضيف في طبقتين بداوا يظهروا بينهم العزل، يعني انت عندك الكوندكتور وبعد كده في عندك كوندكتور تشيل تمام؟ دي طبقه تمام شبه موصل عشان ابدا اعمل ايه؟ امن الفراغات. انا دلوقتي عايز الكابل لما اجي اركبه وانا بركب كوندكتور عايز اعمل فصل بين الانسيوليشن وبين مين؟ الجسم بتاع الكوندكتور نفسه، بحط حاجه بيسموها ايه؟ الكوندكتور شيل، دي طبقه رقيقه تمام منها طبعا شبه موصله عشان ابدا ابدا الفراغات بينها وبين الجدايل او الموصلات بتاعت الكابل. الطبقه اللي بعد كده اللي هو ايه؟ الكوندكتور نفسه. لا مش الكوندكتور، الناس نايمه، مش كوندكتور. الانسيوليشن. ايوه الانسيوليشن او الانسيوليشن بتاعي اللي هو بيبقى ماده من الاثنين الانسيوليشن ده. طيب او اكس ال بي اي تمام؟ يبقى هيبقى في عندي دلوقتي هيبدا يطلع عندي مصطلحين. في مادتين بستخدمهم في العزل. يا اما بي بي سي بولي فينايل كلورايد او اكس ال بي اي. وهنبدا نشوف ايه الفرق بينهم ومين احسن. حد يعرف مين احسن؟ اكس ال بي اي تمام؟ الاكس ال بي اي بس الكوست بتاعه اغلى. طب احسن انت عرفت ازاي؟ حد فاكر او يعرف؟ بيتحمل كل ده. بيتحمل درجة حرارة أعلى صح؟ تمام لأن هو عزل. طب أنا عايز أسألك سؤال من الأول كده. أنا دلوقتي عندي طبقتين أنا اتحركت فيهم اللي هي الكوندكتور والعزل. هل تأثير الكروس سيكشن أريا مساحة المقطع اللي إحنا بنجيبها من الجداول هيبقى مساحة مقطع الكابل كله ولا مساحة مقطع الكوندكتور بس؟ الكوندكتور بس. يبقى لما اجي اخد مساحة مقطع الكابل اللي مكتوبة في الجداول هي مساحة مقطع الكوندكتور. تمام؟ مهمة جدا لان واحد يقول لك الكابل ده مثلا كابل 16 او 4 في 16 او 3 في 16 مثلا.
تمام. يبقى الكوندكتور نفسه الفرده الواحده تمام، الليريا الواحده هي ال 16، الكروس سكشن اريا مساحه المقطع بتاع الدايره دي تمام اللي هي باي ار تربيع دي اللي بتساوي 16 ايه ملي متر مربع تمام. طيب بعد كده راح حاطط الطبقه بتاعه الانسوليشن بقى كده داخل عندي في طبقات اللي هي الخاصه بالارمورنج. حد يعرف يعني ايه ارمورنج؟ في عندي زي ما قلنا في طبقه ثانيه بتاعت العزل اللي هي الشيل، يبقى قبل العزل وبعد العزل في طبقتين اللي هم الشيل. طيب بعد كده في عندي رقم 5 بيحط بعض الاوقات ميتاليك تمام تيب اللي هو بيسموه الشريط المعدني، وبعد كده بيحط حاجه بيسموها الفيلر زي الماده اللي لو انت معاك كابلات الرياض بص كده في الحته اللي هي الكلاس الصغيره دي الحشو تمام اللي هو الحشو ده او بيسموه الفيلر. بعد كده في رقم 8 الانر جاكيت. بعد كده في الارمورنج. حد يعرف انواع التسليح؟ ستيل تيل ارمور والتاني ايه؟ واير. طب حد يعرف انا بستفيد منه ايه الارمورنج ده؟ حمايه الكابل من مين؟ من الصدمات مين؟ من ميكانيكيه. يعني انا برمي كابل محفور له في الطريق بتعدي عليه سيارات تمام؟ عايز احميه من الصدمات ملوش علاقه بالكهرباء خالص، ده هو حمايه ميكانيكيه بس. حمايه ميكانيكيه بس، ولذلك بستخدم تمام الارمورنج. وبعد كده بعمل الاوتر جاكيت او التشيس اللي احنا قلنا عليه الطبقه الخامسه. طبعا الطبقات دي بتختلف من لو الميديم فولتج كيل، يعني لو ليه طبقات معينه، ميديم ليه طبقات معينه. الطبقات الرئيسيين اللي هتلاقيهم في كل الكابلات الاساسيه قلنا عليهم ثلاث حاجات اللي هم مين؟ والتشيف تمام. لما رحنا للانسيوليشن قلنا ان الاكس ال بي اي افضل. افضل في ايه؟ باشمهندس قال ان هو بيتحمل درجات حراره اعلى. عايزك بقى تبقى عارف اعلى لحد كام؟ في النورمال، في النورمال البي بي سي، احفظ الرقم ده بقى، في النورمال البي بي سي بيتحمل 70 درجة حرارة. يبقى أنا لو هاخد الكابل ده عشان أنا آخد حاجة بيسموها التريتنج فاكتور، كان عليها سؤال عنه. إيه العوامل اللي بتأثر وبتقلل لي من معاملات الكابل أو التريتنج فاكتور بتاعي؟ تمام؟ في البي بي سي بيبقى 70، في الإكس إل بي إي بتبقى 90. في حالات الماكسيموم بيتحمل البي بي سي لحد 160 تمام؟ او الشورت سيركت يعني، والتاني بيتحمل لحد 250. يبقى مين اعلى في النورمال وفي الشورت سيركت؟ الاكس ال بي اي. بس الاكس ال بي اي مشكلته ان هو طبعا هو افضل بس الكوست بتاعه اغلى. يبقى انت لما تيجي تطلب كابل من اي حد هتطلب كابل يكون الانسوليشن بتاعه اكس ال بي اي. اكس ال بي اي طيب طبعا هنا بوضح لك انا بقى شكل الطبقات اهو. لو انا عندي كابل مالتي كور بوري لك ادي موضوع الجيز او الاوتر، في عندي ادي مين ده؟ التسليح. شايف التسليح ده التيب ده، اما ده الواير زي العينه اللي عندك قدامك بالظبط. طيب خلينا نبدا نشوف الكتالوجيات بتاعت الكابلات. طيب قبل ما ابدا اشوف كتالوجيات الكابلات واتعامل مع الكابلات، انا بدات اعرف شويه معلومات كده عن الكابلات. المحاضرة اللي فاتت قلنا أي مهندس بيبقى موجود في موقع أو استشاري بيتعامل مع ثلاث مستندات رئيسية، حد فاكرهم؟ أي مشروع في عندي ثلاث مستندات رئيسية بتعامل معاها. البي أو كيو اللي هي البيل أوف كوانتيتي، جداول الكميات، البيل أوف كوانتيتي، بس البي أو كيو معناها إيه؟ بيل أوف كوانتيتي. وبعد كده في عندي السبيكس اللي هي التكنيكال سبيسيفيكيشن او المواصفات الهندسيه او المواصفات الفنيه اللي هتوضح لي الكابل اللي انا هجيبه او اللوحه ليها مواصفات معينه. رقم 3 اللي هي مين؟ الدروينجز. الدروينجز اللي هي المخططات، واحنا قلنا في ثلاث انواع من المخططات، حد فاكر؟ التندر دروينج دي اول مرحله، مرحله التندر او الطرح. بيبدا يشتغل المقاول بيعمل شيب دروينج، لو حصل اي مشاكل في التنفيذ بيعمل حاجه بيسميها ايه؟ اسبت دروينج اللي هو الفاينل او النهائي. طيب انت عشان تبدا تشتغل صح، لو انت مهندس مقاول هتبدا تصعد مشروع، رقم واحد تشوفه ايه؟ من الثلاثه دول، اول حاجه لازم تعملها تذاكر السبيكس. ليه؟ لان ممكن يكون الراجل كاتب لك في المواصفات
ان الكاب ده الانسيوليشن بتاعه اكس ال بي اي، وانت رحت مسعر على السعر الاقل في كل الايه الانواع بتاعه الكابلات، هجيب الانسيوليشن بي بي سي، يبقى انت كده خسرت. يبقى انت مسعر الكاب ده سي المتر مثلا ب 10 ريال، هتروح تلاقيه ب 12 ريال في مش عارف في كام الف متر، يبقى انت خسرت حاجات كتيره جدا. الكلام ده اعرفه من فين؟ من التكنيكال سبيكس. دايما في المشروع زي ما قلنا بينزل لك المخطط بتاع حاجه معينه، تمام؟ ده مخطط مثلا السوكت، ده مخطط الاناره، ده مخطط التكييف. حلو. اول حاجه هعملها لازم اعمل ماتشنج بين الثلاثه. يعني ايه اعمل ماتشنج بين الثلاثه؟ يعني اروح ابص على اليو كيو، الكابل مثلا ال 4 مللي همدد منه 5000 متر، لازم اروح في المخطط واشوف ال 5000 متر دول موجودين فين، صح؟ لان ممكن لما اجي احصرهم او اعمل ليهم حصر الاقي ال 5000 متر دول طلعوا 10000. يبقى ادي اول، ودي بتحصل كتير جدا، كل مشاكل الاستشاريين تمام او الاونر المقاول دايما بياخد البيو كيو ويصعد بناء عليه، ما بيعملش ماتشنج بينها وبين المخططات. تلاقي مثلا حضرته مثلا 50 كشاف، لما يجي على ارض الواقع على المخطط يلاقي ال 50 بيو 70، طب في 20 كشاف زياده، هيعمل حاجه بيسموها ايه؟ فاريشن اوردر. تمام؟ يبقى انا لازم في الاول اعمل ايه؟ اعمل حصر، اشوف والله الايتم الفلاني، الكابل الفلاني 4 في 16 زائد 16، في منه كام متر؟ في منه مثلا سي 400 متر. لازم ابدا ادور في المخططات واشوف ال 400 متر دول فين؟ واحصرهم، لقيت ان ال 400 متر دول مظبوطين يبقى خلاص اوكي. طب لو لقيت اختلاف بين الدرونج وبين البي كيو، لازم في فتره الاستفسارات اللي بتبقى للمقاول دي تبدا تسال في اختلافات. تمام؟ عشان تشوف ما تدخلناش انت في بدايات ما انت ما درستش. هو طبعا المفروض اللي بيعمل التندر بيبقى عامل الماتشنج ده، بس غالبا المكاتب بره ايه؟ على السريع كده، وتلاقي هنا بدل ما مش لان العمل حصر كميات تلاقيه مثلا مش مهندس الكهرباء، في واحد قاعد بيحصر كميات كل حاجه، الخرسانه والمعماري والانشائي والميكانيكا، اهو بيعمل بلوك كاونت زي ما بيقولوا كده، ايه في الاوتوكاد وبيطلع اي حاجه وخلاص. طيب بدات تحصل اختلافات، يبقى اول حاجه لازم اذاكر البي كيو ماشي، بس ما اسعرش بناء عليها، لازم اسعر بناء على السبيكس واعمل مقارنه بين الدروينج الحاجات اللي موجوده في الرسم مع البي كيو. طب السبيكس دي مشكلتها في ايه؟ ان كل ايتمز ليه سبيكس، يعني الكابلات هتروح تلاقي وصف للكابلات، اللوحات وصف، طب هل الوصف ده هيبقى كده كلمتين والسلام؟ لا، هي دي المشكله، لان معظم المهندسين محدش بيقدر يذاكر السبيكس. فانا كل اللي عايزه منك هتبص على السبيكس دي مره واحده في حياتك، تمام؟ انا هوري لك دلوقتي لما انت تيجي تعمل الماتشنج ده، ايه اللي بيحصل؟ لما بتروح لجداول الكميات، دايما احنا في التقسيم بنلاقي المشروع الاستاندرد بتاعنا بنقسم المشروع ل 16 ديفيجن. السكشن رقم 16 ده خاص بالكهرباء، 13 و14 و15 ده خاص بالميكانيكا، والباقيين دول بتوع انشاء وملاءات. المهم احنا سكشن او ديفيجن 16، فانا هقول الكلام ده ليه؟ بص كده، رحت هنا ادي بند الكابلات سيكشن 16120، ده غالبا هتلاقي في اي مكان هتلاقي بند الكابلات 16120. لو انا رحت 16120 المفروض الاقي 16120 ده اللي جوه البيو كيو، اروح ادور في السبيكس على رقم البند اللي هو بند الكابلات. يبقى انا لما اروح دلوقتي وافتح ملف الوورد ده اللي هو في السبيكس، يبقى المفروض الملف ده رقمه 16120. يبقى انا لو رحت هنا اهو ادي السبيكس، بص كده، ده ملف وورد سيكشن 16120، ده خاص بالكابلات. يبقى اول حاجه هعملها ايه؟ لو بصيت في البي كيو هتروح تلاقي كده في ترقيم مواصفات عمل الكهرباء 16 00 مش عارف كام، الاناره 16 مش عارف 200، المش عارف الايه 16 مش عارف كام. فانا بدي الكابلات تمام عندي 16120، مش ستاندرد، في ناس ما بتمشيش بالارقام دي. المفروض بس انا هعمل ماتشنج بين رقم البند في جداول الكميات، واروح اشوف رقم البند ده فين؟ في المواصفات. هتعمل ايه سعادتك؟
عشان تبدأ تبقى قوي جدا في الموضوع لازم تذاكر المواصفات حتى ولو مرة واحدة في حياتك في الأول. وهتعمل زي ما أنا بعمل كده، هتمسك المواصفة وتقراها كويس جدا لو أنت عارف مواصفات الكابلات، وتعمل هايلايت على الحتت المهمة اللي أنت هتبدأ تصعب من خلالها وتبقى عارف. ما أنت ممكن تروح تشتري الكابل ده مثلا اللفه ب 200 ريال نفس الكابل بتاع كروس سكشن بس العزل مختلف مع مش عارف ايه مختلف، تلاقي اللي هي ب 100 ريال بقت ب 300 ريال. يبقى انت كده صعدت كله غلط في عدد كبير من الامتار، هتلاقي نفسك بقى الكابلات ده خسران معاك. يبقى انت لازم دلوقتي هتعمل ايه؟ لازم مره واحده على الاقل قبل ما تبدا تصعد المشروع تشتغل في مشروع تذاكر السبيكس. لو ذاكرت السبيكس بتاعت اي حاجه انا هدي لك النهارده في محاضره الكابلات هدي لك ملف اكسل فيه جداول الكميات بتاعت مشروع معين والمواصفه بتاعت الكابلات لهذا المشروع، وهدي لك المخطط بتاع او سيكل لاين دايجرام بتاع المشروع ده بحيث تقدر تمشي في مثال اهو عمال يشتغل عليه. انت بتعمل ايه؟ بتروح في جداول الكميات وتبدا تبص في البند. البند زي ما احنا شرحنا المره اللي فاتت، خدنا البند دايما لازم تكتب توريد وتركيب وتوصيل واختبار. مهم الكوبليه ده لان ممكن في الاخر يجي المقاول يقول لك لا اصل انت ما قلتليش اختبار، انا هركب ومش هختبر. تيجي مثلا في سويتش جير او في مش عارف ايه تلاقي الاختبار ده مثلا ب 20 30 الف ريال، يقول لك الاختبار مش عليا. معاه حق. يبقى المفروض الراجل اللي هو بيعمل التندر او المهندس بتاع الديزاين يبقى لازم يظبط الحته بتاعت ايه؟ توصيف البند العام. طيب انا عايزك تكتب بقى كلمات، احنا لسه ما ذاكرناش الاسبكشن وما اعرفش حاجه في الكابلات. تعالى نلاقي كلمات كده معينه وهنعمل عليها هايلايت ونجاوب عليها. توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل كابلات جهد منخفض، يبقى انت فيه المفروض هتدور في السبيكس على حتتين. في كابلات الجهد المنخفض دي ليها سبيكس. وفي كابلات الجهد المتوسط دي ليها سبيكس، يبقى انت اول كلمه هتعمل عليها هايلايت ايه؟ ان ده جهد منخفض، جهد منخفض اخره كام يا باشمهندس؟ 1000، يبقى من 1 فولت ل 1000 فولت ده لو فولتج، خلاص؟ طيب جت ايه بعديها؟ زاد جهد عزل 600 على 1000. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه جهد عزل 600 على 1000؟ يعني اكس ال بي. تروح المواصفه وتشوف انت. لا ما هو الاكس ال بي او بي بي سي برضه ليه نفس الجهد. المواصفه ده هتودك بقى تروح للمواصفه. هتروح للمواصفه، برافو عليك، شوف بقى ايه 600 على 1000؟ يا حد يعرف 600 على 1000؟ هنلاقيها في الكتالوجات، خلي بالك 600 على 1000. هتلاقي جهد القيمه دي احفظها، او في ناس بتكتبها 6 من 10 على 1 لو بالكيلو. لازم تبقى اعمل عليها هايلايت وهقرا لك الكتالوج، خلاص؟ يبقى انا عايز اشوف يعني 600 على 1000، بس ده ايه؟ جهد عزل. ده جهد عزل انسوليشن فولتج. للتركيب مثبته على، طبعا هناخد بقى ان انت طبعا بالبند، ودي مشكله كبيره جدا. الراجل يجي يروح يشوف في متر الكابل بره في السوق يلاقي مثلا اللفه مثلا 152 متر. يقول لك اللفه دي ب 200 ريال او ب 152 ريال المتر بريال. يجي لما يروح يلاقي هنا توصيل البنك يلاقيه حاطط المتر مثلا ب 3 ريال. يقول لك ايه يا عم؟ الناس دول حراميه، ده هو المتر بيتباع ب 4 مليار. لا خلي بالك البند متحمل عليه ايه؟ البند بند الكابل بيتحمل عليه ايه؟ لو الكابل لوحده وبعد كده الاكسسوارز اللي هتركب معاه زي المواسير مثلا، يقول لك ده مثبت على حوامل كابلات اللي هي الكيبل تري، يبقى هنا بند الكيبل تري ده مع الكابل. تمام؟ او ممدده داخل مواسير، يبقى لو انت عندك بايتس تمام؟ يبقى لازم اشوف طب المواسير دي ار جي اس ولا اي ام دي ولا مواسير ايه بالظبط ولا بي بي سي؟ يبقى انا لازم اعرف المواصفه اشوف نوع المواسير. لو كيبل تري لازم ابدا اشوف مواصفات الكيبل تري، الدخانه بتاعته كام والعرض بتاعه كام والارتفاع بتاعه كام والماتيريال ايه؟ لان يعني ده هيفرق معايا في السعر. لازم ابدا اشوف المخطط، افرض ان انا ماشي كده وجيت عندي هنا عندي اكسسوارز عايز اعمل انجل، يعني انا مش ماشي مستقيم. الراجل اللي بيبيع لي الكيبل تري ده في الاكسسوارز دي سعرها اغلى من الحته اللي هي الفيكسد اللي بتيجي 3 متر الطويله دي. تمام؟ يبقى انا لازم ادرس المخطط وادرس الكلام اللي مكتوب في جداول الكميات. طيب يبقى انا كده كل مره بقول لا، يعني باكد ان جداول الكميات غير كافيه للتسعير. لان فين ثلاث لوحات من غير ما يبص على اللوحات ولا فيها ايه ولا مواصفاتها ايه؟ 50 ريال 100 ريال تلاقي في الاخر الراجل صاحب الشغل انت مدبسه في شغلانه خسران فيه، او تسعر بند بتقرا ديسكريبشن ومش فاهم ده بتاع ايه؟ تحط اي رقم وخلاص.
او انت مش فاهم البند ده متحمل عليه ايه. ولذلك احنا لما نيجي المقاول ما نفذش البند ده اقول له لا يا حبيبي تعال انت تعمل لي حاجه بيسموها بريك داون للكاب، بريك داون للبند. يعني ايه بريك داون؟ حد يعرف يعني ايه بريك داون للبند؟ يعني ايه تعمل لي قطع للبند؟ يعني ايه قطع للبند؟ يعني يا حبيبي الكاب ده سعره مثلا سعره من سعر المتصعب هنا مثلا المتر ب 100 ريال، لا الكابل نفسه لو اجيبه بس لوحده ب 50 ريال، طب وال 50 الثانيه ايه؟ متحمل عليه التثبيت الفيكسنج متحمل عليه الكيبل تري متحمل عليه مش عارف لو احط سبيسر بين كل كابل والتاني، يبقى كل الحاجات دي كلها متحمله على البند. لو كابل مدفون في الارض لا تعالى اللي مدفون في الارض غير اللي بره ده غير اللي على الكيبل تري، طب مقصور على عمق على عمق كام؟ هو متخيل ان انا هعمل 20 سم كده وارمي الكابل، يقول لك لا ده الموصل بتقول ان العمق لازم يبقى متر تحت او 80 سم. طب انا هرميه كده وخلاص، يقول لك لا ده انت تيجي وتحط طبقه رمل كومباكت ساند وتدق وبعد كده تحط الكابل وبعد كده تحط مش عارف طبقه رمل تاني وبعد كده تحط شالوت تحزير وبعد كده تحط طبقه خرسانه وبعد كده تحط طبقه اسفلت. ايه ده كله؟ ده انا ومالي الليله دي؟ ما البند متحمل عليه الحاجات دي. يبقى انت ما تقوليش لا سعر البند الكابل ده بريال والراجل مسعره بريال، يبقى ده مش فاهم. يبقى هو لازم يحمل باقي الحاجات عليه، طيب. يبقى احنا في سؤال عندنا دلوقتي 600 على 1000 دي معناها ايه؟ ونشوف البند جواه ايه؟ حوامل الكابلات الكيبل تري البايبس المواسير تمام؟ حط كمان علامات ترقيم تمام؟ واي اكسسوارات، يعني ايه؟ البند نفسه ما تقوليش انا حفرت ورميت الكابل ومش هدم مثلا. او حفرت وحطيت مش عارف الكابل بتاعي وحطيت شويه رمل ومش هعمل في مكان اتعدي عليه عربيات مش هحط طبقه خرسانه مثلا. مش هرجع الوضع زي ما كان، او واحد مثلا هركب كابل تريك كسر يقول لك لا الحاجات بتاعت التكسير دي تمام انا مش هشيلها اصلا مش تبع في البند. لا يا حبيبي بص كده اكتب لك ايه تحت؟ والاعمال المساعده كما بالمواصفات ومخططات التصميم وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل جميع الاعمال المدنيه، ده انت كمان تنظف بعد ما ركبت الحاجه بتاعتك لحد ما استخدم الحاجه دي. يبقى لازم الوصف العام ده يبقى محكم، ودايما احنا بنكتب حسب تعليمات المهندس المشرف دي عشان لو المهندس يعني شاف حاجه معينه يقدر يلزم المقاول ان هو ايه؟ ينفذها، يبقى لازم تقرا البند كويس، ده كان بند كابلات الفيود المنخفض اللو فولتج كليم. طيب تعالى جواه ايه تاني؟ ده كله كان وصف عام، كان وصف عام، طبعا كتبوا بلا هنا في السعوديه بيشترط عليك البي كيو دايما تبقى البند مكتوب بالعربي والانجليزي. لان في ديزاينرز كتير هو اصلا مثلا ما بيتكلمش عربي، تروح واخد الكلام تمام؟ وحاطه لك في جوجل وحاطط لك البند بالعربي كده غريب. مترجم كده تدخل تلاقي مش هو ده تمام؟ يعني في مره كان في احد المواصفات واحد كان كاتب اللمبه اللي هي في السويتش جير دي بنسميها بايلوت لام، اللمبه اللي بتنور دي اخضر كاتب لك مش عارف لمبه طيار، توريد لمبه طيار ايه؟ مش عارف، فانت لازم تبقى كاتب البند بالعربي وبالانجليزي. طيب ادي اللو فولتج كيبل الديسكريبشن بالعربي وبالانجليزي، هنبدا نشوف هنا كاتب لي كابلات نحاسيه متعدده الاقطاب، يبقى انت لازم دلوقتي النقطه الثانيه لازم تبدا تشوف هل انا هبقى سنجل كور ولا مالتي كور؟ يبقى بدا يظهر عندي ان في كابل ليه قلب واحد وفي كابل متعدد القلوب، لازم ابدا اشوف الحاجات دي جوه. طيب زاد عزل اكس ال بي اي على بي بي سي، طب هل اسال سؤال هو اكس ال بي اي ولا بي بي سي؟ هنا لا مش الاثنين، هو اكس ال بي اي والبي بي سي ده اللي هو بتاع الجينز تمام اللي هو الاوتر جاكيت. بالاضافه الى هتلاقي دايما معظم الكابلات بتاعتنا هتلاقيها شغاله ازاي تحت سبيد فيز، هتلاقي كابل فوت كور كده اهو زي العينه اللي قدامك اهو واحده ال1 ال2 ال3 وهنا جوه الكابل النيوترال اللي هو بيكمل الدايره وهيبقى راكب معاه كده كابل تاني اخضر فاصفر اللي هو مين؟ الهيلز. يبقى دايما انت لو دخلت كده في اي مشروع في اللو او في الميديم تلاقي ايه؟ كابلات في اللو والميديم اللو بس ليه طيب في الميديم ما بشوفش الشكل ده؟ مفيش نطر مفيش ايه؟ نطر محول كل واحد يطلع محول مفيش نيوترا يعني مفيش محول ايه؟ مفيش نيوترا مفيش نيوترا الراجل يقول لك مفيش نيوترا في الميديم طلع الكلام ده مفيش نيوترا في الميديم صح مفيش نيوترا في الميديم؟
اللي هيجاوب على السؤال ده هياخد 100 ريال من المهندس علي عشان ما يبقاش فلوس. اي حد يجاوب ياخد منه 100 ريال. طب هسال سؤال بمعنى تاني برضه هياخد 100 ريال من المهندس علي. هل انت شفت كابلات ميديم فيها نيوترال؟ يعني الراجل ده حاله خاصه ولا هو كابلات الميديم كلها ما فيهاش نيوترال؟ ولو ما فيهاش ليه؟ ما فيهاش. سؤال على فكره مهم جدا عشان ملف، لان انت تقدر تعرف كابل. يعني هجيب لك كابل من الكابلات دي اهو واقول لك ده لو ولا ميديا، المفروض تقدر تعرف بالشكل. الميديا بيسبب في النقل فهو بيجي من غير نقطه. ليه طيب؟ عشان مش هي مش نقطه انا اجيب نقطه انت مش محتاج في التوزيع. مثلا باين ملفات الترانسفورمر الابتدائيه انت شايفها ما فيش حمل معين، مثلا ما فيش حمل معين هو شايفه بس على خط المقربه. الحمل ده بيبان عند الترانسفورمر، من بعد الترانسفورمر مش قبل الترانسفورمر. انا مش متاكد بس الملفات الجزء الابتدائي بتاع الترانسفورمر دلتا لما محتاجه نقطه متوسطه. طب ليه دلتا؟ هل 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 مش مهندس انت شفت ترانسفورمر البرايمري بتاعه ستار؟ طب ايه ستار دلتا؟ ما اعرفش. معظم المحاولات دلتا ستار. معظم ولا كل؟ محاولات توزيع. محاولات توزيع احنا على فكره مش دعوه بالتوزيع، خلي بالك برضه عشان تتقل الامور مفهومه. يعني كورس الباور سيستم ديستريبيوشن ده بيختص بالتوزيع، يختص بالميديم فولتج وباللو فولتج، بس انا ديستريبيوشن الميديم من اول المحاول، لان في محاولات ثانيه. محاولات اللي هي بتاعت مين؟ النقل. يعني باخد من الجنريشن، خدت الكهرباء اللي طالعه دي ليها باور معينه، عشان اقولها لو نقلت بالوضع الطبيعي فولت عالي وامبير عالي، صح؟ فانا عايز امشي بقى عشان اركب الحاجات اللي انت بتشوفها في الطريق دي، الوايرات اللي هي واصله بتاعت الميديم، هعمل ايه؟ عشان امشي لو انا خليت نفس التيار يبقى عايز كابلات كده كبيره مش هعرف انقلها، يبقى هعمل ايه؟ هعمل ستيب اب ولا دوي؟ ستيب اب. هو اب لمين؟ للجهد. اب للجهد، لان خلي بالك المحاولات اللي اب للجهد ام للتيار، لا داون للتيار، صح كده؟ يبقى انا بعمل اب لمين؟ للجهد. يبقى المحاولات اللي انت بتشوفها دي بتعلي الجهد وبتقلل من المعادله بتاعت الباور. مش الباور ثابته؟ لو الباور ثابته يبقى انا لو عليت الجهد التيار هيقل، لما التيار هيقل يبقى انا عايز كروس سكشن ايه صغير اقدر اكل. جيت الناحيه الثانيه عند اليوزر المستخدمين الديستريبيوشن اعمل ايه؟ محاولات ستيب داون. داون لمين؟ الفولتج. الجهد ده كان كبير تمام؟ اعمل له داون، بس مشكله لما اعمل داون للفولتج اللي هيحصل للتيار هيحصل له ايه؟ يزيد. طيب نرجع لسؤالنا، هل في المحولات او في الناحيه اللي قبل المحول انا محتاج نيوترال ولا لا؟ يعني معنى كده هل الكابلات بتاعت الميديم كلها الاقيها المفروض؟ يعني ممكن الاقي حاجه زي كده؟ اربع كور؟ لا هي ثلاثه كور. في محاولة بين قيمه الجهد ايوه والمسافه بين النواقل او الفازات. بالتالي في الميديم فولتج غلط ان يكون في ناقلين خطين جنب. لا مش هتصل بين كابل وكابل، دي في الدلتنج فاكتور. انا بحكي هل انت شفت قبل المحول او في الميديم شفت كابلات فيها نيوترال ولا لا؟ هو انا مش محتاج نيوترال فخلاص كله ثلاثه بس. هو ده كان السؤال. لا لان الدائره وانا محتاج نيوترال في ايه؟ ما في دائره عشان ما في جهه واحد. سؤال ببساطه اللوحه بتاعتك في البيت، اللي جايه لك من شركه الكهرباء طالع من عندك كده في اللوحه اللي جايه من شركه الكهرباء اللي بره اللي قدام البيت بتاعك، مش داخل لك كابل أربعة كور وكابل أخضر وأصفر اللي هو الأرضي؟ صح كده؟ طيب ليه أصلاً داخل لك نيوترال؟ إيه الفرق بين الثري فيز لود والسنجل فيز لود؟ عشان أحسن سنجل فيز. ما هو أنت لو عندك ثلاثة لاين ثلاثة حية أهو هقطع قد الراجل ده، خد يا عم أدي نيوترال وخد فردة حية، بقي عنده إيه؟ سنجل فيز. سنجل فيز ده يقدر اشغل بيه سنجل فيز لود تمام، والراجل ده ياخد فرد ال 2 ونيوترال وشغل بيها احمال، والراجل ده ياخد فرد ال 3 ونيوترال. يبقى انا هنا في الميديم انا مش محتاج نيوترال،
في الميديم انا مش محتاج نيوترال، لان النيوترال ده دايما بستخدمه في مين؟ في اللو. يا ريت تكتبها المعلومه دي مهمه جدا. وبالتالي بناء على المعلومه دي زي ما قال الباشمهندس دايما في البرايمر بتاع المحولات، لو انت فاكر بعد رمز المحول دايما ده بتبقى التوصيله دلتا. هندخل في دلتا استاذ، شرحته بالمحاضره اللي فاتت. دلتا دلتا اللي هي القصه بتاع الجذر 3 دي. دلتا دي معناها ان انا عندي ال 1 وال 2 وال 3. ستار كده. عندي ال 1 وال 2 وال 3 وعندي النقطه دي نفسها هي النيوترال. بص كده اهو نيوترال اهو. اخد من الراجل ده ودي الفيزا دي لاي احمال يبقى هو كده عنده سنجل فيز. الراجل ده ياخد نيوترال يدي احمال، والراجل ده ياخد نيوترال يدي احمال. انا هنا مش بوزع الاحمال، ده انا باخد من محطات التوزيع لمحولات النقل على طول. فانا ايه اللي محتاجه؟ ما عنديش حمل سنجل فيز محتاج له نيوترال. ما عنديش سنجل فيز محتاج له نيوترال، فدايما اللي قبل المحول تمام يبقى ده ايه؟ ميديم فولتج كيبل. بيبقى كام؟ بيبقى ثلاث خطوط بس او ثلاث لينيات بس. مفيش عندي واحده اربعه، يبقى زي كده ادي واحده اثنين ثلاثه. ليه؟ لان التوصيله بتاعته دلتا. او ممكن يبقى كابلات مستقله سنجل كور، كل فيز واخده كابل لوحده. او ممكن تبقى كابلين من السنجل. ولا في جراوند هنا؟ ما في جراوند. الاحمال لا في جراوند، الجراوند موجود في الميديم وفي اللو. الاحمال اللي هي 3 فيز بس معاها نيوترال. هي برضه 3 فيز بس برضه معاها نيوترال. زي مثلا مربوط او ايا كان. ما احنا الاثنين اللي بيدخل لك في البيت ده بيدخل لك 3 فيز، لو انت عندك واحده تركيز مثلا 5 طن بس. ان هو مش بس يبقى عندك اربع كور منهم واحده بتاعت النيوترال. تمام؟ انت لو بصيت على لما هتيجي ناخد البريكر برضه هنا تلاقي البريكر في عندي بريكر 3 فيز صح؟ 3 فيز ده راكب عليه مين؟ راكب عليه الثلاثه دول اللي واحد اللي اثنين اللي ثلاثه. تمام؟ والنيوترال يبقى ده الحمل نفسه 3 فيز. خلاص؟ يبقى النيوترال هو اساسي عشان يوصل الدايره سواء كان في السنجل او في الثري، لازم يبقى في نيوترال عشان يوصل الدايره يقفل الدايره. الارث موجود عشان نحمي الدايره من الشحنات الكهربائيه اللي احنا قلنا عليها. طيب بص كده بدا يكتب اهو، بدا يكتب مواصفات كابل واحد فيه 630. ولذلك انت مش معقول مثلا مهندس ميكانيكا مش حافظ الاقطار بتاعت المواسير اللي موجوده بره. ولذلك كان اول سؤال عندك في الورقه مش هقول لك احفظهم، هتقول لي ما هم موجودين في كل الكاتالوجات، بس انت ما تجيش تقول لي والله انا هستخدم مثلا كابل الكروس سكشن اريا بتاعه مثلا 7 ملم تكبير، مفيش 7 في السوق. هو الراجل يطلع من الحساب لان انت برضه هنعرف دلوقتي ازاي نطلع الكروس سكشن اريا بتاع الكابل، زي مثلا بتاعت المضخه اللي هي رقم 5 في الاخر. طلعت واروح الاقي الكروس سكشن اريا طلع مثلا 8، مفيش 8 في السوق. زي البريكر، في ريت ثابت للبريكر. لازم ابقى حافظه عشان ما تروحش تطلع من الحسابات وتطلع رقم كده، انت بتروح بعد ما طلعت بناء على الحسابات اليدويه دي. تمام؟ طبعا مشكله حل كبير جدا لو انا مستخدم البرامج زي الايكو دي اي مثلا. بس انا في البرامج لازم ابقى فاهم الاساس ده، لان البرنامج مش سحر. فانت في البرنامج بتطلع الكروس سكشن اريا وطلعت الفوز دروب والشورت سيكت ومش عارف ايه. انت لازم تبقى فاهم اساسيات الشغلانه ماشيه ازاي، لان البرنامج اصلا لو انت ما عندكش السيتنج صح هيطلع لك بالظبط غلط. يبقى انت اللي بتعمل السيتنج. تمام؟ طيب كابل اهو واحد يعني ايه واحد في 630؟ يعني في ماده واحده سنجل كور في كام كروس سكشن اريا؟ 630. ال 630 دي يا باشمهندس لكل الكابل ولا الكور بس؟ النحاس بس. النحاس بس الله يفتح عليك. طيب هنا كاتب لي ايه؟ 4 في 95. 4 في 95 شبه الكابل اللي احنا كنا بنقول عليه ده. القلب الواحد هنا 95 صح؟ طيب. و4 كور زائد 1 واحد في 50 اللي هو مين؟ هناخد قاعدة بتاعت مين النيوترال والارث، هل النيوترال هي قد اللينيا ولا نص اللينيا؟ دي ليها حالات هتيجي. يبقى في كابلات هتلاقي النيوترال نص اللينيا، وفي حالات تلاقي النيوترال يعني انت حتى في العينات اللي موجوده معاك في كابلات. ولذلك قلت لك بص كويس، لو انت بصيت هتلاقي في كابلات فيها الثلاث فيزات قد بعض والواحده الرابعه اصغر النص، يبقى هنا النيوترال نص اللينيا. وفي حاجات هتلاقي الاربعه قد بعض، يبقى النيوترال قد اللينيا. خلاص؟ نفس القصه هتلاحظ في الارضي. الارض لحد 16 مللي تقريبا، 16 ممكن اقل، تمام؟ يعني 16 الارض بتاعه 16، 10 الارض بتاعه 10، تمام؟ وهكذا. اللي فوق ال 16 بيبقى الارض نص اللاين او نص النيوترال، او زي كده 50 نص 95، هنا ال 25 نص كام؟ 50.
يبقى انت عرفت شكل الكاب ده، يبقى المكنه دي او الجهاز اللي انت هتنزيه او الترومبه او الموتور عايز كابل، كابل واحد 4 كور كل كور 50، وعايز كابل معاد عشان التقريض اللي هو الارث بتاعه. يبقى انت بدات تتخيل مين الكابلات بتاعتك اللي موجوده في التندر او في جداول الكميات وهكذا. اهو 4.35 زائد 16، 4.25 زائد 16، 4.16 زائد 10، 4 مش عارف في 10 زائد 6، دي كل الكابلات اللي موجوده عندي في المشروع. جه انا راح كاتب لي ايه؟ في ناس ما بتوصفهاش كده، بيحط لك الكابلات دي مع اللوب برضه. هنا الراجل موصف لك الكابلات الخاصه بحاجات زي المكيفات. يبقى انت المفروض في لوحه التكييف تروح تبص وتلاقي الكابلات دي وتشوف هنا. يعني مثلا كاتب لك ايه؟ البند ده مثلا 4.300 زائد 1.150 في منه مثلا 35 متر، لازم تروح للمخطط بتاع التكييف للوحدات وتشوف كابل الباور اللي هتنزيه وتقيس المسافه دي. لان يعني ممكن تطلع القيم اللي هو حاطها لك في جداول الكميات مختلفه عن اللي موجوده في مين؟ درون. في الدرون. بعد كده الراجل بدا يديني ديسكريبشن لمين؟ ميديوم. بص الميديوم اختلف في ايه؟ جهد العزل مش هو اختلف في كده كده الجهد بتاع الميديوم اعلى منه، واحنا قلنا في السعوديه هنا كام الجهد بتاع المتوسط؟ 13.8 كيلو فولت، تمام؟ بس الجهد بتاع العزل هنا كام؟ 8.7 على كام؟ على 15. طب في اللوجن كام؟ 600. خدها مني قاعدة لما هنروح للجداول دلوقتي هيقول لك القيمة دي رقم على رقم عبارة عن دلتا زيرو على الدلتا. هنعرف ايه دلتا زيرو على الدلتا اللي هو فرق الجهد بين لاين ونيوترال واللي تحت لاين ولاين. تمام؟ لاين ولاين. هنشوف القصة دي اللي هي بجهد العزل. طب عايز اسال سؤال، بما ان انت بدات دلوقتي قبل الميديا بتقول ان لازم يبقى الكابل 3 كور، صح؟ انا ممكن اجيب لك كابل 3 كور 3 كور وكابل تاني 3 كور. الكابلين دول واحد لو وواحد ميديا، حد يعرف يميزهم؟ الحته دي مهمه جدا، يعني ال 3 كور في منه لو وميديا. تقدر تعرف ليهم نفس الكروس سكشن اريا، يعني مثلا ده 50 ده 50. حد يقدر يميز او يعرف ان انا اميز ازاي بين اللو والميديوم؟ وانا غير من جهد العزل دي اعرف اشوفها ازاي؟ بقول لك كده حجم العزل، صح؟ حجم العزل. هناخد معادله في غايه الاهميه يا شباب اللي هي بتقول ايه؟ دايما المعادله دي اكتب عليها مهم جدا، دي اهم حاجه في المحاضره دي كلها. جهد العزل او تكامل العزل بتتناسب، الجهد ده يتناسب مع العزل او تخانه العزل. يبقى تخانه العزل تتناسب مع مين؟ مع الجهد. تتناسب معاه ايه؟ ضربي. يعني لو انا لو فولتج، تمام؟ لو فولتج 220 مثلا او 380، المفروض الاقي التخانه بتاعت العزل صغيره. لو الجهد زاد ب 13.8 اللي هي كام؟ ميديوم. جهد متوسط بالكيلو دي 13.8 كيلو، يعني 13800، يعني الجهد زاد ب 13800، لازم الاقي التخانه بتاعت العزل زادت. يبقى انا لو بصيت على كابلين، الكابلين دول 3 كور، ده 3 كور ده 3 كور، تمام؟ اقدر اميز ازاي بعيني؟ مش هبص على الكتابه، هبص على تخانه العزل. تخانه العزل تتناسب مع الجهد طردي، اكتبها دي بالبلدي كده، تخانه العزل تتناسب مع فرق الجهد طردي. يعني لما يزيد الجهد تزيد التخانة، يقل الجهد تقل التخانة. المعلومة الثانية المهمة جدا اللي هي ايه؟ مساحة مقطع الموصل الكوندكتور ده اللي هي الكروس سكشن ايريا اللي بناخدها دي اللي هي 4 مللي و2.5 مللي و16 مللي و25 الكروس سكشن ايريا دي بتتناسب مع التيار. يبقى انت في عندك التيار يتناسب مع الايه؟ والجهد يتناسب مع السيفنس اوف انسيوليشن او تخانة العزل. معلومتين مهمين جدا هو اللي عايزك تطلع فيهم الكلمتين دول من النهارده. التخانه بتاعت العزل تتناسب طردي مع الجهد، لما يزيد الجهد تزيد التخانه، يزيد الجهد تزيد التخانه.
مساحه المقطع تتناسب مع التيار، الطرد ولا عكسي؟ طرد ولا عكسي؟ طردي. يبقى المفروض كل ما تزيد مساحه المقطع الكرش ده يقدر يتحمل تيار اكبر او تيار اعلى، زي الماسوره اللي خدناها في الاول دي، كل ما توسع الماسوره تعدي كميه ميه اكتر، صح؟ طيب، فهنا بدا يوصف كبلاك الجهد المتوسط اختلاف في العزم، وهتشوف بقى البند متحمل عليه ايه، تمام؟ بس جه هنا في المتوسط عشان ده هيرميه في الشارع كده هيعمل تمديدات، راح قال من النوع ايه؟ المسلح الارمورنج، فهي كلمه مهمه جدا. يعني انت ممكن تروح تجيب نفس الكابل اللي هو واحد في 300 ده مش مسلح، واحد تاني مسلح، المسلح ده هتلاقيه مثلا اغلى من ده في المتر مثلا 5 ريال او 3 ريال، تمام؟ فالسعر بدا يختلف عندك كتير جدا في عدد الامتار اللي عندك. يبقى لازم اقرا ايه؟ اقرا الديسكريبشن. بعد كده هيديني طبعا لو انا عندي كيبل تري هيديني وصف الكيبل تري، لو عندي مواصيل هيديني المواصيل، انا مش بتاعتي المواصيل النهارده، الكابلات بس. انا شطور كده خلصت ايه؟ لا خلصت البي كيو، قريت كل كروس سكشن اريا هو عايز منها كام متر؟ الدور بتاعك تروح تاخد بيقول لك كابل 300 ده تروح تشوف تجيب لك 50 متر تشوفهم فين في الدرون. عملت ماتشنج انت كده تمام زي الفل. بعد كده تبدا تعمل ايه بقى؟ تبدا تروح للسبيكس، تذاكر السبيكس كويس. السبيكس تمام؟ هتعمل هايلايت زي ما انا بعمل كده على الحاجات المهمه، يعني هو بيدي لك الجنرال سبيكس بتاعتك. فبيقول لي ايه؟ ده عباره عن سيكشن 16120 وهو كان نفس السيكشن في مين؟ البي كيو. هيبدا يديني جنرال ريكويرمنت ويديني بعد كده سكوب وديسكريبشن اوف ورك، كاتب لي هنا الريكويرمنت دي اباي تو المالتي كور والسنجل كور. يبقى انا دلوقتي بدات ابقى عارف ان في حاجات بتطبق على السنجل كور وفي حاجات على المالتي كور، ودي الانواع بتاعت الكابلات من ناحيه الكور. طيب شود هاف كفر كوندكتور، كاتب لي هنا ذا تايب اوف كيبل، تمام؟ شال هاف كفر كوندكتور، يبقى كلهم لازم يبقوا ايه؟ يعني مفيش عندي المونيوم، ولو في المونيوم هيديني ديسكريبشن، تمام؟ يبقى كله كفر. بدا يديني بقى في الكفر ده ايه؟ انا في عندي سنجل كور بي بي سي انسيوليتد والفليكسبل مالتي كور والبي بي سي على بي بي سي والاكسل بي 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 اكس ال بي سي على اكس ال بي اي على بي بي سي وهكذا. طيب انا بس هوري لك الحاجات المهمه اللي عندي. طبعا من احد الاشتراطات ان انا ايه؟ الراجل ده يقعد لي كابلات الرياض وكابلات جده وكابلات بحر وكابلات السعوديه وكابلات السويدي وكابلات مش عارف الفنار، في 100,000 نوع زي العيال اللي انت شايفها. انا هروح اعتمد مين؟ انا عايزه يقدم لي سامبل من الشركه اللي انا هعتمدها، انا اعتمد له مانيفاكشر، يبقى هو انا بشترط عليه ان هو بيعتمد لي او بيقدم لي سامبل. طبعا هنا الكابل كاتب لي ايه؟ البارامترز اللي بتاثر عندي في الكابل، الدايمنشنز الابعاد بتاعته والويت الوزن والكونستراكشن بتاع الكابل سواء كان هو ارمورد ولا نون ارمورد والكلام ده وهكذا، وتاثيرات درجه الحراره والرياكتنس والكلام ده زي الفل. يقول لي ايه هنا؟ الاند اوف كيبل شيت بي سيل تو بريفنت الانجريسيف اوف موستشر، يعني انا الاند بتاع كل كابل لازم يبقى ايه؟ سيل. السيل ده ان هو الكابل ده لما اجي اشيل اخر اطرافه ما اسيبش الطرف ده ايه؟ لوحده، يبقى ده لازم اعمل له احكام في الغرض. طيب وهكذا. انا اللي يهمني بقى ايه؟ لو انا مثلا عندي بندنج، لو الكابل ده هيتني، ايه الكميه المسموح بيها؟ ما انت تروح تلاقي الراجل جاي عامل لك الكابل كده تاني كده عصره. لا ده في قاعده بتقول لي هنا وكاتبها لي اهو. البند از ريديوس ليس ذان 6 تايم اوف اوفر اول دايم، يعني ايه؟ لو انا القطر الكلي مثلا 5 سم او 10 سم يبقى اقصى بندنج مسموح بيه قيمه مين؟ 6 في 10 سم، يبقى انت لازم تشوف البندنج المسموح بيه تمام كام؟ طيب في حته هنا بقى مهمه جدا اللي هي مين يا شباب؟ هل في المواصفه قايل لك شركه معينه ولا لا؟ اللي هي مين؟ المصنع. احنا دايما دايما في المواصفات زي واحده كده بيقول لك ايه؟ واحده بتقدم لها مش عارف دكتور ومهندس ومدرس ومش عارف مين. خمسه سته متقدمين لها عايزين يتجوزوه، هي ما بتقولش انا عايز احمد. ما تقدرش تقول انا عايز احمد بعينه. تبدا تقول على المواصفات. تمام؟ يعني انا عايز مهندس، يبقى الراجل المحاسب والدكتور والمدرس ده طار. في ثلاث مهندسين. عايز مهندس مثلا
يا ريت سنه مثلا من 20 ل 30، لو واحد 32 يبقى ده طارق تمام. طب عايز واحد زي ما قال لك الراجل الكهرباء مفيش غير راجل ده مهندس كهرباء وسنه من 20 ل 30، فهو ده اللي ايه هياخد السبيكس. فاحنا في السبيكس بنكتب مواصفات عامه وما بنحددش شركه. لو انت حددت شركه او الراجل اللي عمل التندر ده حدد حاجات لازم يعمل على الحته اللي كتبها بالاحمر دي، لازم يعمل لها هايلايت كبيره جدا اللي هي ايه؟ Subject to compliance with the requirement provide the products of one of the following or equal approved. اي يعني المقاول اللي له حق يجيب اي حاجه مواصفاتها تكافئ دول، يعني مش شرط يجيب من الثلاثه دول. يعني لو الفرار مش موجوده هنا وقدم الفرار والفرار محقق السبيكس بتاعت الكابلات اللي عندك في الانسيوليشن وفي درجات الحراره وفي مش عارف ايه وايه ينفع تمشي، يبقى لازم تبص هل هو كاتب اور ايكوال ابروفد ولا تمام؟ حاطط لك براندات معينه، يعني بتوع التدريب التقني والمهني بيعمل ايه عنده في المؤسسه العامه؟ هو نازل لك وتايب كده يقول لك الكابلات تجيب لي كابلات مش عارف الرياض وكابلات جده وكابلات بحر بس. وكاتب سبلاير كمان معتمد. والكتاب ده هتجيبهم من فين؟ في حاجات تانية او اماكن تانية ما بيكتبلكش انت تجيب ايه برودكتس، يعني حتى دي اصلا بتبقى مش موجوده. وانت بتقدم بناء على السبيكس. ايه اللي ينطبق عليه السبيكس؟ بتبدا تعتمده منين؟ للمقاول. طبعا هنا زي ما انت شايف كده في سبيكس لكل حاجه. طبعا انا هخضع لمين؟ هل انا بخضع للاي اي سي ولا للبريتش ستاندرد؟ البريتش ستاندرد كام؟ الاي اي سي كام؟ هيبدا يديلك حتى الالوان، لو سنجل كور يبقى الوانه ايه؟ لو مش عارف مالتي كور هيبقى الوانه ايه؟ طب الجراوند مش عارف جرين ويولو تمام؟ والستاندرد اللي انا ماشي عليه. هيديلك مواصفات البوليجونال كودرايد اللي هو البي في سي المالتي كور، وهيبدا يوصف لك لو انا عندي ارمورنج الستيل واير ارمورنج والستيل تاب ارمورنج هيبقى مواصفاته ايه؟ بالتفصيل. انا هدي لك على العموم الملف ده تمام، هيبقى معاك هتشوف الفيزات الوانها ايه، الفيزا الاولى المفروض ريد وبعد كده يلو وبعد كده بلو وبعد كده بلاك وهكذا، المقاومات اللي هي بتاعت كل جبل. بعد كده بيقول لك ايه الحاجات اللي هي مثلا الدايركت بيرد اللي مدفونه مباشره في الارض. حته مهمه ليه المشروع ده مثلا، يجي المقاول يقول لك والله التبريدات بتاعت الكشافات دي الناس كلها بتوصل كابل او واير 1.5 مللي او 2.5، لا هو كاتب هنا ايه؟ نو كوندكتور سمولر زان 4 مللي سكوير شود بي يوز، يعني كل المشروع ما عنديش عليها اي حته يا رب يكون ربع وات، لازم تركب لها كابل على الاقل 4 مللي. دي حته مهمه جدا، ده دليل اهو من سبيكس بيقول لك ان انت ما تقدرش تستخدم كابلات 2.5 مثلا. ناس كتيرة جدا في الشغل بره يقول لك انا مش هعمل الكابلات 2.5 تمام؟ يبقى انا ببص على المواصفة وبعمل هايلايت الماسورة اللي هيركب جواها الكابل كام بوصة وهكذا. لو في ترانكات طبعا كيبل تري وكيبل ترانك والكلام ده هيبدأ يوصفه المواسير اللي هتركب فيها العزل والكلام ده، المهم هيبدأ يديلك هيديلك وصف عام لمين؟ للكابلات اللي هتركب عندك سواء كانت اللو او الميديوم. فانت اللي عايز اوصله لك ان انت دلوقتي بصيت في البيو كيو في 16120 ورحت ل 16120 في المواصفات، ذاكرت المواصفات كويس رجعت مع مين؟ مع المخططات. تعال نبدا بقى نشوف نكمل الشرح بتاعك، اتفضل يا باشمهندس. بالنسبه دكتور يعني المواصفات، امتى ابص في المواصفات بتاعت المشروع؟ امتى ابص في المواصفات بتاعت البلد؟ امتى ابص في المواصفات العالميه؟ لا دي حته سؤال ده مهم جدا، هو انت المفروض بتبص في مواصفات المشروع. ما دي كلها مواصفات عامه. المواصفات العامه لا. ما دي بقى مشكله الناس اللي بتعمل تندر، يعني مثلا عندك بعض المشاريع ما فيش مثلا جنريتور ومنزل لك في السبيكس مواصفه للجنريتور. هو الناس بره مكاتب استشاريه معظمهم بياخد المواصفات دي كوبي بيست. كوبي بيست. تلاقي مثلا جايب لك مثلا سوكت انتي اكسبلوجن. مضاد للانفجار في اماكن معينه، هو مش كاتبها اصلا، تروح تجيب له سكر عاديه في الاخر يا عم لا ده مش هينفع الكلام ده. تلاقي مثلا في بعض الكابلات كاتب لك فاير ريتد كذا ان هي تتحمل درجات حراره. يعني انت دلوقتي الشركات بتطلع الكابل ده اخوه تاني يتحمل درجه حراره اعلى. تمام؟ ده سعره اغلى وانت مش كاتب في المواصفه، انت غششها جايبها من اي مشروع كوبي بيست. هات الاكبر خطا المفروض الناس اللي بتعمل التندر بيكتب مواصفه لكابلات المشروع، ما يبقى ما كتبلهاش
ما يبقاش مثلا المشروع ما فيهوش اصلا كابلات ميديا وحضرتك مواصفات الميديا. ما يبقاش المشروع مش عارف فيه مواصفات معينه عايزها محتاجها للكابلات وما يحطلكش المواصفه دي. موضوع ان انا ارجع للستاندرد بيكتب لك في اول المشروع ان انا ببقى بمشي حسب الستاندرد اي سي ستاندرد كذا او بمشي حسب الساسو اللي هو هيئه المواصفات المقدسه السعوديه. لو انا بقى بحتاج قصه البلد اكتر في مواضيع الفاير زي مثلا بتوع الدفاع المدني، يعني انا عندي شروط عامه او شروط عالميه وشروط الدفاع المدني في الفاير مثلا، انا بمشي حسب الاي اي سي ستاندرد وبمشي حسب البريستج ستاندرد. الاي اي سي مثلا بعمل فندق 7 نجوم، المواصفات بتاعي الاي اي سي اكتر شويه اعلى شويه، المسافات بين الديتكتور والسيفتي والمش عارف ايه اعلى شويه. لو انا هروح للبريدج ستاندرد اقل شويه في المواصفات في الفاير. طب انا مين اللي بيحكم القصه دي لو اتخالفت؟ لازم رقم واحد اطبق شروط الدفاع المدني في المكان في البلد. تمام؟ يعني انا موجود في السعوديه شروط الدفاع المدني في السعوديه، مش عارف في الكويت، في مصر، مش عارف وهكذا. مين بقى يقدر يلزمني السؤال اللي قاله الباشمهندس؟ الناس كتيره جدا برضه يكتب لك ان انا تابع تمام؟ از بيد الستاندرد الفلاني او الكود الفلاني ويحط لها شويه اكواد كده. تيجي انت تختلف مع الاستشاري تقول له لا المفروض دي ما اعملهاش مثلا ومش مكاني ولا 4 مللي، تقول له لا ده والله في الاي اي سي مش عارف 60-25 بيقول ان الكابلات ما تقلش عن 4 مللي. هو كان كاتب له فوق اي اي سي 60 مش عارف كذا 60-24، هو اصلا المهندس بص 60-24 ولا عمره شاف الاي اي سي اصلا. تمام؟ فانت لازم تبقى تبص على الستاندرد والكود اللي انت المفروض بتقلاي الحاجات دي في الشرط بتاعك، في الكابلات، في اللوحات، في مش عارف ايه وهكذا. تعال نرجع ليه الداتا زيرو. نعم موضوع الداتا زيرو هنشوفه في الكتالوجات، هنشوفه في الكتالوجات. خلينا نرجع نبص على ايه اللي موجود في الكتالوجات بتاعت الكابلات. اول حاجه هتلاقيها هنا تمام. طبعا الكابلات زي ما قلنا في شركات مصنع عليها، زي هنا في هتلاقي كابلات السويلي، كابلات الفنار، كابلات الرياض، كابلات جده، كابلات بحرة، مصر، اي حد عامل كابلات مش مشكله. المهم انت ايه، في عندك شركات مصنعه للكابلات، كل شركه بيبقى فيها كتالوجات. الكتالوجات دي بيدي لك مواصفات لكل كابل تمام. فانا هنا هبدا ابص على الجداول، ايه اللي موجود في الجداول؟ كاتب لي فوق سنجل كور كيبل، يبقى انا دلوقتي المواصفه دي او الحاجات دي خاصه بالسنجل كور كيبل ويز ستراندد سيركابل كفر. ستراندد يعني احنا قلنا شعيرات تمام. كوندكتور بي بي سي انسيوليتد، يبقى ده مين؟ العزل بي بي سي. هتلاقي جدول ثاني اخو ده بس مين؟ اكس ال بي انسيوليتد. بعد كده الشيس هنا ايه؟ بي بي سي. طب ايه الكلام ده اللي مكتوب؟ افهم منه ايه؟ اول حاجه افهمها من الكلام ده ان انا عندي على اليسار الكروس سيكشن اريا، الكروس سيكشن اريا مساحه مقطع الكابل، وده كان اول سؤال عندك. الكروس سيكشن اريا دي بتاعتي اللو فولتج، يعني اللي انا جايبه ده بشتغل على اللو فولتج، في كروس سيكشن اريا للميديم تمام. الستاندرد اللي موجود في السوق هتلاقي في 1.5، مش كاتبينهم هنا، الشركه دي ما بتطلعش 1.5 ولا 2.5، هي بتبدا في 4. في شركه ثانيه تروح تلاقيها بتبدا. هتلاحظ لو احنا بصينا دلوقتي في الكتالوجات معرفش في علاقه غريبه بين كابلات الفنار والسويدي. نفس الكتالوجات، نفس الداتا، نفس كل حاجه. تمام؟ هنشوف الكل دلوقتي، هوري لك الكل اللي هم كابلات سويدي وكابلات الرياض والسعوديه وجده. فانا اول حاجه هعرفها عايزين نقول مع بعض الكروس سكشن اريا اللي المفروض بتقول لي انا هحفظها انا مهندس ما بحفظش، لا حاول بقدر الامكان تحفظ الكروس سكشن اريا على اساس تبقى انت عارف ايه اللي موجود في السوق، يعني ما تقوليش في كابل مثلا 15، ناس كتير جدا تقول لك في كابل 15 مللي، مفيش 15 تمام؟ في كابل مش عارف 20 مللي، هو بيغلط بين الكابل وبين البريكر، هناخد بعد السلايد دي هدي لك ستاندرد البريكر وستاندرد للكابل، يا ريت الارقام دي تبقى حاططها في دماغك شويه. في عندي كروس سكشن اريا اهي، في اربعه نحفظهم مع بعض، اربعه وسته و10 و16 و25، خلي بالك الرقم 16 و35 دول هنحتاجهم. 16 و35 عشان تصف النيوترال ومين؟ والارث. و25 و35 و50 و70 يعني هل في كابل 63 في مره واحد؟ الناس جايه بيقول لك انا كابل 63، ده بريكر اصلا 63 تمام، بريكر في بريكر 63
50 و70 وكام؟ اخلي الباشمهندس يقولهم الورق. تمام؟ كل واحد فينا هيقولهم مره. كل واحد هيقولهم مره. ابدا بقى الباشمهندس. 1.5 2.5 1.5 2.5 ده لو الشركه بتطلع 1.5 2.5 تمام؟ ماشي موجودين صح؟ 16 16 25 35 50 لا ما فيش 70 95 120 150 180 و 170 180 ولا 175 175 180 240 ايوه 300 300 400 500 630 800000. في شركات تانية بتطلع، معظم الشركات بتحاول تلتزم بالكروس سكشن اريا عشان ما ينفعش انا اروح اجيب بريكر واجي اركب الكابل اللي هو الفتحه بتاعت البريكر ولا الكابلات دي مشطاف، فمش كل واحد هيصنع كروس سكشن بدماغه، ولازم يبقى في ستاندرد بيحكمني، يبقى لازم الكابلات اللي هتتصنع تمام، وهو ده الستاندرد اللي بنقول عليه اي سي او البريدج ستاندرد او هو اللي بيقول لك الكروس سكشن اريا الستاندرد اللي انت بتعملها عشان تتماشد مع السيركت بريكرز. طيب دي اول خانه اللي هي كروس سكشن اريا. ايه بقى اللي مكتوب بعد كده؟ الماكسيمم كونتاكتور ريزيستنس اللي احنا خدناها، فاكر الار بتساوي روف ال على ايه؟ تمام؟ هنا جايب لي، ولذلك انا قلت لك فاكر الرينج بتاع الفولتج اللو فولتج في الاي سي والدي سي كان مختلف، فاكر؟ من 1 ل 1000 في الاي سي ومن 1 ل 1500 في الدي سي نتيجه اختلاف الريزيستنس. بص هنا هتاخد دلوقتي في الكتالوجات هتشوف ان هو دايما بياخد النورمال تمبريتشر اللي احنا بنشتغل عليها تمام، اللي هي ال 20 النورمال تمبريتشر اللي بنشتغل عليها، يعني المفروض انت الكابل نفسه بتحطه في درجه حراره عشان يدي لك اعلى تيار يقدر يستحمله، لان انت لو الكابل موجود في درجات حراره اعلى تمام هيتحمل، يعني انت دلوقتي موجود في التكييف وقاعد مبسوط كده وفاهم، لو قفلنا التكييف ايه اللي هيحصل؟ هتفرهد هتلاقي نفسك قاعد مش قادر مش بتدي القوه بتاعتك. نفس القصه كل حاجه ليها درجات حراره معينه تمام، درجات الحراره دي لو زادت، يعني لو حاطط مثلا شويه كابلات جنب بعض اللي هو الجروفنج فاكتور، حاطط خمس ست كابلات، ده بيطلع حيطه ده بيطلع حيطه ده بيطلع حيطه، ده كلهم بيأثر على بعض مش كلهم هيسخوا بعض، هتلاقي الكابل اللي بيشيل مش عارف ايه حصل ان هو ضربته، هو كان بيشيل 1000 ضربته في 8 من 10 الجروفنج فاكتور بيشيل 800 اخره عشان انت حاطط درجات حراره عاليه مش قادر يشتغل تمام. يبقى انا هنا هشوف الكونتاكتور ريزيستنس عند 20 درجه سيليزيوس، تفتكر الرقم ده تمام في حاله الدي سي قيمتها كام اوم لكل كيلو متر؟ يعني الرقم ده بالاوم لكل كيلو متر، ال 1000 متر بيدوني كام اوم؟ بيدوني مثلا 5.5 اوم وهكذا، بيدوني 4.6 اوم. طيب هندخل بقى على الكرنت ريتنج عشان نتعلم دلوقتي ازاي نقدر، السؤال الاخير، لو انا عندي مضخه اقدر احسب التيار واقدر من خلال التيار بتاع اللود اجيب البريكر، ومن خلال البريكر اقدر اجيب الكابل، مش هو التيار بتاع الكابل، ومن خلال تيار الكابل اقدر احسب مين؟ الكروس سكشن بتاع الكابل. وانت وظيفتك في الشغلانه كلها ايه في اخر الموضوع عشان الناس تعرف؟ ان انا عندي حلم عايز احدد له البريكر كام ومساحه مقطع الكابل كام، صح؟ مش دي شغلانتك في الكهرباء؟ يعني ال 90% من شغل الباور سيستم ديستريبيوشن في الكلمتين دول، ان انا هدي لك حمل، الحمل ده تقدر تحدد لي الكابل اللي هيغذيه كام والبريكر في اللوحه، ما انت لو حددت البريكر يبقى حددت اللوحه، حددت اللوحه الصغيره اللي تحدد الاكبر منها ولا اكبر منها، حددت اللوحه الكبيره حددت المحول، يبقى انت كده خلصت الديزاين بتاعك، عملت حاجه بنسميها ايه؟ السايزنج. فهنا بيقول لي ايه؟ كارنت ريتنج، دي مهمه جدا، وتبدا تشوف تاثير ان الكابلات دي محطوطه ازاي؟ مرصوصه ازاي؟ في نوعين من الفورميشن، في عندي فورميشن بيبقى الكابلات، لو انا عندي كابلات حاططهم جنب بعض وفي كابلات عاملين شكل مثلث، هنبدا نشوف الكلام ده اللي هم مين؟ بس ايه سؤال؟ تري فويل. هو ليه في الاي سي حاطط عند 70 درجه؟ يعني ايه الفكره؟ ليه في الدي سي 20 والاي سي عند 70؟ هو بياخد قياسات لمين؟ التيارات بناء على درجات الحراره. اللي دايما اللي بيتحمل مين بيتحمل؟ ولذلك لو انت بصيت سؤال اللي احنا سالناه في الاول، كابلات اللي هي الدي سي زي كابلات البطاريه. 100% تقريبا من كابلات البطاريه، الكابل الرئيسي ده هتلاقيه ايه؟ شعر. هتلاقيه مصمت. لا مش شعر. الكابلات بتاعت البطاريات بتاعت الطاقه الشمسيه كلها بتاعت البطاريات. هتلاقيه ايه؟ سوليد حته احمر. تمام؟ الشعر ده هتلاقيه في الكابلات العاديه بتاعتنا. ايه اللي حصل؟ ما انا بجاوب عليكم،
لما انا هنا عملت في الاي سي عملت الحاجات دي ستراندد، هو عامل هنا فوق كاتب الاثنين ستراندد صح؟ يعني ده شعر وده شعر، بس نتيجه اختلاف نوع التيار هو اللي بيقيسه عن درجه حراره 70 في الاي سي يكافئ درجه، يعني درجه الحراره 20 في الدي سي. الكلام ده هنبدا نشوفه في معادله خاصه بالتمبريتشر. طب يا سيدي انت سالت السؤال، تعالى نبص على المعادله. بص كده يا باشمهندس، انا هفتح لك هنا ده الكتالوجات دي برضه هتبقى تاخدها انت في الماتيريال بتاعتنا. ده مثلا كابلات الفنار اللي هو فولتج كيبل، بعد كده في عند كابلات السويد، في كابلات جده تمام، في كابلات الرياض، في كابلات السعوديه. لو انا بدات ابص هنا تمام سيف كابلات الفنار او كابلات السويد مثلا، ادي الكتالوجات بتاعتي. اول حاجه بيقول لي ايه، الباور كيبل والكنترول كيبل تخضع للاي سي الاي اي سي ستاندرد انترناشونال الكتريكال كود تمام، وبيديني الباور كيبل فين والكنترول كيبل فين تمام، واللي بتخضع للبريدج ستاندرد ليها سيشن لوحده. يبقى انت اول حاجه لازم تشوف الكابل اللي انت لان ده بيبقى مكتوب في المواصفه، الكابل بتاعنا اي اي سي ولا بريدج ستاندرد تمام. طبعا المواصفات بتاعت الاي اي سي بتبقى اعلى شويه من البريدج ستاندرد. لو انت بصيت تحت هنا كده في كل الكتالوجات هتلاقي ادي الستاندرد هنا، طبعا بيقول لك الويت والدايمنشنز، ان انا بدي كل كابل وزن وبدي الكابل ده ابعاد، الجاكيت بتاعي شكله ازاي، شويه ديفينيشن كده اللي هي الحته بتاعت ال 600 على 1000 دي اللي هي النومينال فاليو والابروكسيميت فاليو تمام، التست اللي بتتم على الكابل الاختبارات، ادي الكابلات اللي هي بتاخد على مين هنبدا بيها ايه؟ الباور كيبل 2 اي بي سي الانترناشونال الكتريك كود ستاندرد. حلو. بص كده بدأ لك ادي الكابل تمام؟ كاتب لي الانترناشونال الكتريك كود بتاعه كام؟ الكوندكتور شكله ايه؟ الانسيوليشن شكله ايه؟ الاوتر جاكيت شكله ايه؟ تمام؟ وبيديني ايه؟ بيديني وصف. وبدا يديني مين؟ يديني التيبل اللي انا هاخده ده من 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 الجداول بتاعتنا. في معدات هنا تمام؟ لقينا كتبها تحت، خلينا نشوف بتاع السويد عشان نكتبه كده في اول الكتاب. كل الناس كاتبه المعدات دي اللي هي بتاعت التمبريتشر. ده طبعا الاكواد اللي هي الاي سي بالتفصيل، كابلات سويد بصراحه من يعني من اكثر الكابلات اللي كاتبه شرح تفصيلي، لو انت عايز تبدا تذاكر ذاكر منها. كاتب شرح تفصيلي كل حاجه اهو شايف هنا اهو. في ناس طبعا عمرها ما وصلت في الكابلات او بيجي له الكابل بيعتمد وخلاص. ادي الريزيستنس، في معادله بتديني الريزيستنس بدلاله درجه الحراره او التمبريتشر. فهو بياخد هنا عن تمبريتشر معينه، اختار 20 دي كوندكتور بي سي ريزيستنس ات تمبريتشر 20 درجه. تمام؟ يبقى انا هنا عندي الار سيتا بتساوي ار 20 في 1 زائد الفا سيتا ناقص 20. الالفا دي الريزستنس تمبريتشر كوفيشن اللي هو المعامل بتاع معامل الحراره بتاع المقاومه اللي احنا قلنا في الاول. دايما في عندي الماتيريال ليها معامل حراري، ولذلك الناس بتاع الالكترونيات في ديفايس كده بيسموه الان دي سي وحاجه بيسموها البي تي سي. البي تي سي اللي هو ايه؟ بوزيتيف تمبريتشر كوفيشن، يعني انا لما ازود درجه الحراره المفروض يحصل ايه للريزيستنس؟ تزيد. في مواد ثانيه لا، ازود درجه الحراره تمام؟ الريزيستنس بتاعتها بتقل. اسمها ان تي سي، الاثنين دول موجودين. يبقى انت لازم في الكابل تبدا تشوف التمبريتشر، ولذلك مهم ان انا هقيس عند 20 ولا عند 70 ولا عند كام؟ نرجع بس للسلايدات عشان نحاول بقدر الامكان ما نخسرش الوقت. الجهاز كله شغال.
طيب يبقى هو هنا بيقيس عند الدي سي عند 20 وبيقيس للاي سي عند 70 درجه وبيديني قيمه مين؟ الكوندكتور ريزيستنس، الكوندكتور بناء على المعادله اللي احنا شفناها دلوقتي. طيب الكرنت ريتنج التيار اللي هتحمله بيختلف بناء على ان انا برص الكابلات دي ازاي؟ اول حاجه هل الكابلات دي ليد ان جراوند، هل الكابلات دي مدفونه في الارض ولا ليد ان فري اير محطوطه على كيبل جريد متعلقه مثلا؟ تمام؟ يبقى انت لازم تبص هختار هنا ولا هنا بناء على ايه؟ على الكابل. لو الكابل ده مدفون في الارض يبقى انا هختار من الاولاني. طيب الكابل مدفون في الارض انا حاطط الكابلات جنب بعض ولا حاطط الكابلات ثلاثه كده فوق بعض 3 كويل ولا ستريت؟ يبقى كل واحده ليها ايه؟ تصنيف، لان ده اللي هيفرق معانا الدريتنج فاكتور. الدريتنج فاكتور لما نحط الكابلات جنب بعض بعض ليها دريتنج فاكتور معين، بدي عمق دفن، الكابل اللي انا دفنه على عمق 60 غير اللي كابله دفنه على عمق 80 غير اللي دفنه على عمق متر. تمام؟ ده كله بيديني الدريتنج فاكتور، يبقى انا دلوقتي هشوف الريتنج كارنت حاطه في ايه؟ لو انا حاطه في الارض دفن الكابل ده في الارض وحاطه جوه ماسوره مثلا. تمام؟ يبقى دي كونديشن. طيب لو ليتنج فري اير كابل لوحده او الكابل ده معمول ستريت ثلاثه جنب بعض او 3 فول. هشوف حسب الحالة بتاعتي. بعد كده الويت اللي هو الوزن، الوزن ده هيفيدني فين؟ ان انا اعمل ديزاين الكيبل تريل اللي هيقدر يشيل الكابلات، يبقى ده هيفيدني في تحديد الكيبل تريل. تمام؟ طيب الكابل ده عشان كانت الناس بتخطا خطا رهيب. الكابل مثلا سي ال 500 همشي كده اروح الاقي ان ال 500 ده ليه دايمتر. الدايمتر ده بتاع مين بقى؟ الاوفر اول دايمتر. خلي بالك في معاملين. الرقم ده كروس سكشن اريا بتاع الكوندكتور اللي هو النحاس بس، اما الدايمتر ده بتاع مين؟ بتاع الكابل كله، بتاع الكابل كله عشان موضوع ايه؟ البند. تمام؟ ادي الدايمتر بعد كده الوزن، بعد كده ده الكود اللي انت بتطلب من الشركه بتقول له انا عايز الكابل مثلا عايز الكابل 300 بمشي كده بلاقي سي 53 مش عارف مين وهكذا. ده بيبقى ايه حسب كل شركه تختلف عن الشركه الثانيه. الكلام ده كله انت بتحكيه وتقدر تجيبه بسهوله جدا في البرامج زي الليكو ديال. ليكو دايل انا كل اللي بعمله في الليكو دايل باجي هنا بشد كده السورس وبركب احمال. تمام؟ في نقط معينه بقف على اي مكان على الكابل مثلا اروح واقف هنا بيجيب لي الخصائص بتاعت الكابل اللي هو فولتج كيبل. احنا بنتكلم عن اللو فولتج كيبل وخصائصه. بيقول لي والله يا هو السايز ويز كارنت الاي ار الريتد. مش انت في الاخير عايز تحسب التيار اللي تحمله الكابل ده عشان يغذي الحمل او الحمل اللي يشفط او بياخد تيار كام؟ بتحسبها ازاي؟ ان انت بتقعد تحسب تيار الحمل، بعد كده تجيب البريكر، بعد كده تجيب التيار بتاع الكابل، وبعد كده تروح تجيب الكروس سكشن هيري. هو بيعملها في القصه دي على طول. الكيبل لينس طول الكابل انت عارف طبعا هتركب غرفه الكهرباء تاخد كابل مثلا من المحول اللي يروح للوحه في بينهم 10 متر. بعد كده من اللوحه دي هنروح لغز مضخه في بينهم 50 متر، الاقوات انت عارفها حسب اماكن وغرف الكهرباء عندك في المشروع، فبتدخل من الكيبل لينز. طبعا هنا التايب هل هو لو فولتج ولا ميديم فولتج، بعد كده تبدا تشوف نوع الكوندكتور هل هو نحاس ولا المونيوم، بعد كده الكوندكتور ميتال اوف البي اي اللي هو البوتنشال ايرثنج الارضي. تمام؟ بعد كده الانسيوليشن هو مختار اكس ال بي اي واللايف كوندكتور هل هو سنجل كور ولا مالتي كور. بعد كده البي اي الايرث ده بيبقى سيبريت. تمام؟ اهو خلاص سيبريت بي اي. بعد كده الانسوليشن اللي هو العزل اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي. تمام؟ بعد كده بيقول لي الكابلات بتاعت الدي ريتنج فاكتور، وبعد كده بيدخل على حاجه بيسموها تي اتش دي اللي هي التوتال هارمونيك ديستورشن. التوتال هارمونيك ديستورشن تاثير التوتال هارمونيك ديستورشن والدلتا في او دلتا يو دي اللي هي الفولتج دروب، قيمه الفولتج دروب المسموح بيه على الكابل. ده كله انت بتحدده ازاي؟ لازم تبقى انت فاهم خصائص الكابل عشان تختار. ما هي الناس متخيله البرامج اللي انا بسحب حمل وبعمل ران وبيطلع لي كل حاجه مظبوطه. انت لو مش فاهم الخصائص اللي احنا بناخدها في كورس الباور سيستم سولوشن مش هتعرف تحل باستخدام البرنامج، سواء كان ايكو ديال اي تاب اي برنامج من البرامج اللي انت بتستخدمها. يبقى انت لازم تبقى فاهم خصائص الكابلات عشان تقدر
تتحرك جوه الكابلات. هنبدا نشوف عشان احدد الكابلات كده على السريع. اول حاجه هاخدها لازم احدد الاوبريتنج فولتج، هل الكابل ده بيعمل على جهد منخفض ولا جهد متوسط؟ قلنا الكلام ده من 1 ل 1000 يبقى جهد ايه؟ منخفض، ومن 1 كيلو لحد 66 ده بيبقى جهد متوسط. هنا في السعوديه زي ما بنقول 13 و8 من 10 وفي 33، ما في عندي جهدين للمتوسط في السعوديه. في مصر دي بقى 3 و3 وفي 6 و6 و11 و22، كل الاربعه دول متوفرين. هنا في السعوديه في جهدين بس للمتوسط، شركه كهرباء بتتعامل مع حاجتين، يا اما 13 و8 وده غالبا هو 90% من الشغل، او 33 وده بنسبه قليله، فاقول تقريبا الكل في الميديم هنا بيشتغل على 13 و8 من 10 كيلو فولت. طيب دي بقى الحته اللي احنا سالنا عليها في الاول، بص كده في الرسمه دي كويس وقول لي ايه ملاحظاتك؟ لازم منك ده رمز مين؟ رمز الترانسفورمر، ترانسفورمر في عندي اهو هنا عامل لي دلتا وهنا ستار. دايما دايما في الناحيه بتاعت الميديم دلتا تمام؟ قبل الترانسفورمر تمام؟ الدخل بتاعه الانبوت بتاع الترانسفورمر تمام؟ هتروح تلاقي هنا ايه اللي ملاحظه في شكل الكابل؟ اولا مفيش نيوترال، يعني هما ثلاثه بس، ثلاثة بيز ال1 ال2 ال3، مش محتاج نيوترال لان انا مش هوزع سنجل فيز، او محتاج نيوترال لان انا هروح للود، مفيش لود عندي. ده انا هاخد من الترانسميشن من النقل هذه الديستريبيوشن. فانا دايما 3 تمام. وملاحظ ايه تاني؟ ان ده الالومنيوم. ان ده الومنيوم صح، عرفوا ازاي ان لون الكوندكتور لونه ابيض؟ ده ايه النحاس؟ طب هل في الميديم هناك في نحاس؟ اه في، بس الناس غالبا بتستخدم الالومنيوم عشان ارخص. تمام؟ طيب ملاحظ ايه تاني؟ ملاحظه مهمه جدا. دي دايره لا مش مهم دايره وشكل الرود ده مش تفرق معانا. العزل شايف الحته اللي لونها احمر دي التخانه بتاعتها صغيره. لو انت بصيت هنا الجزء ده اللي هو بعد الكونتاكتور التخانه بتاعته كبيره. ولذلك احنا قلنا الانسيوليشن بيعتمد على الجهد على الفولت. اما مساحه المقطع بتعتمد على التيار. اهم عاملين دول. يبقى انت لو بصيت في كابل داسق يعني ممكن اجيب لك واحد تاني مدور زي ده زي ما انت بتقول كده مش الشكل ده بس يبقى ده ثلاثه وده ثلاثه تمام واحد ميديم وواحد ايه لو اعرف ازاي من تخانه الانسوليشن اتفضل اهو ادي المعادله دي اهي بص اهو الفولت يتناسب طردي مع الانسوليشن والتيار يتناسب مع مين؟ كروس سكشن ايه يبقى اول حاجه باخدها في البارامتر بتاع تحديد الكابلات الاوبريتنج فولتج الجهد اللي انا بشغل عليه هل هو لو فولتج ولا ميديم فولتج؟ رقم اثنين الفريكونسي انا بشتغل في مصر 50 بشتغل هنا في السعوديه 60 هرتز يبقى لازم اشوف الفريكونسي اللي انا شغال عليه. نوع الكوندكتور نحاس او المونيوم خلاص الكلام ده اتعرف. طب ايه الفرق بين النحاس اهو بص كده زي بعض هسه باشمهندس الكابل ده بالله عليك اللي قدامك ده ميديم ولا هو؟ ده لو عرفت من فين انه لو؟ في نيوترال صح العزل بتاعه هو اهم حاجه فيه ان هو في نيوترال ما دمت في نيوترال خلاص لو يبقى الكابلات لان كان في ناس قبل ما تاخد المحاضره النهارده كان متخيل الكابل التخين كده الكبير ده ميديم بالعكس الكابلات اصلا اللي هتلاقيها بتاعت ال اللو التيار بتاعها اعلى احنا قلنا هو لو وميديوم فين؟ في الجهد فاللو فولتج يبقى التيار بتاعه اعلى خلاص كده؟ طيب طب انت ملاحظ ايه هنا؟ ان في واحد لونه اصفر اللي هو اللي فوق ده كبس نحاس واللي تحت لونه ايه ابيض تمام بس التخانه واحده صح؟ يبقى الاثنين دول لو زي ما قلنا بناء على التخانه والتخانه صغيره خلاص يبقى انا بدات اعرف من شكلك لان مش شرط هو مكتوب على الكابل على فكره بيبقى مكتوب عليه الداتا بتاعته بس انا عايز اعرف بمجرد النظر انا في الموقع دلوقتي ولا عارف اللو من الميديا من اي حد لا خلاص بدات اعرف كاتب لك هنا طبعا الكوندكتيفيتي او التوصيليه الكوندكتيفيتي بتاعت النحاس اعلى تمام ب 65% من الكوندكتيفيتي بتاعت الالومنيوم او كوندكتيفيتي الالومنيوم اقل 65% من النحاس والوزن مين اخف؟ الالومنيوم اخف تمام بس انا اللي يهمني مش موضوع الخفه في الوزن اللي يهمني موضوع الكوندكتيفيتي التوصيليه انا عايز حاجه كوندكتيفيتي يعني ايه؟ يعني اوصل يعني اقلل المقاومه يبقى كل ما تكون التوصيليه عاليه يبقى المقاومه اقل يبقى ده افضل
طيب نفس الكلام بتاع الستار والدلتا. الحته بتاعت ملخص بقى قيم الاكس ال بي اي والبي بي سي، معلش بي بي سي مش بي بي اس. البي بي سي تمام 70 في النورمال، الاكس ال بي اي 90 في النورمال. طب في حاله الشورت سيركت بيبقى البي بي سي 150 او في بعض الكتب بتدي 160، والاكس ال بي بيستحمل لحد كام؟ 250. طبعا الكوست مين اغلى؟ الاكس ال بي. تمام التسليح في عندي نوعين يا عم عليا، ان احنا هديلك السلايدات والله العظيم هديهم لك، نزل تصور هحضر لك السلايدات ما تتعبش نفسك. انا عندي نوعين، في عندي نوع الستيل وعندك العينات هنا قدامك، الستيل تيب ارمود اس تي اي والستيل واير ارمود. تمام ستيل تيب ارمود والستيل واير ارمود. بس الستيل والتيب ده متقربوا ولا ما متقربوش؟ السؤال ده مهم. هل انا هنا بستخدم تقريض ولا لا؟ بستخدم تقريض، يعني انا ما بستخدمش اصلا الطبقه دي كانها ارضي. لا يعني ده مش زي السلك الدش اللي هو الشعيرات اللي بره دي هي الارضي وفي كور. ده معمول عشان المجال الكهرومغناطيسي بس. ده معمول عشان المجال الكهرومغناطيسي بس. انا بركب معاه كابل تقريض، بركب معاه كابل تقريض. تمام؟ طيب اتفضل. المجال المغناطيسي ايش الفرق بينها؟ الايه؟ المجال المغناطيسي. ايش المشكلة منه؟ المشكلة منه ان انا دلوقتي لما بتيجي اي شحنات بتتراكم على اي جسم صاج او حديد، الجسم ده ممكن يكهربني، الشحنات دي بتتجمع. هو احنا قلنا في الاول خالص فاكر الماسوره مش هي عباره عن شحنات بتمشي في ماتيريال. لو انا دلوقتي جيت الشحنات دي موجوده، انا حاطط هنا مثلا سلك، فاكر اول واحد في انا بسميه الواد الحساس دايما اللي هو قانون فاراداي، فاكر قانون فاراداي في اول كورس المواتير في الموتورز في الماشين خدناه في بدايه الكهرباء كمان. مين فاراداي ده؟ فاراداي ده قال نظريه مهمه جدا، اي سلك يمر بيه تيار كهربي يتولد حوله غير مغناطيسي، صح؟ والعكس. يعني انا رحت جبت السلك ده ما فيهوش كهرباء اهو، رحت حاطه جوه فين؟ هيتولد جواه تيار، هو ده اللي عمل الفكره بتاعت الموتور. مش انت بتحط الروتور ده بيلف وفي ستيتر بيطلع فين؟ هو بيلف جوه فين؟ تمام؟ يبقى الفكره فين؟ ان انا في شحنات كهرومغناطيسيه دي هتضرني، هتعمل لي مشاكل. يعني الشحنات دي ممكن تعمل روت او مسار يعدي كهرباء تضر الماشين دي او تضر المستخدم. فانا بعمل ايه؟ باخد الشحنات دي وبوصلها للارضي، بفرغها بوزعها على كل الارض، فبالتالي هي هتبقى ايه؟ الشحنات دي خلاص هتضيع معايا، مش هتبقى لها تاثير. تمام؟ يعني انت لو رحت جبت اي مكنه ماشين كده ورحت شلت كابل التقريض تلاقي المكنه اي حد لابسها قوي. تمام؟ هيموت. اتفضل يا باشمهندس. معلش بشمهندس بخصوص التسليح، في المنيوم تاب في ايوه في مش بس ستيل تيب، في المونيوم تيب بس هو غالبا اللي بيستخدم في التيب ستيل. ستيل تمام ارخص. هو الفكره يعني التيب ده والواير، لو انت بصيت التيب ده عامل زي شيت كده من الصاج، عارف الصاج؟ وبيتلف حوالين الكابل. ليه؟ عشان لو انا هعمل عليه ستريس ميكانيكي تمام هو يتحمل، تلاقي ان انت مش قادر تعمل بنك للكابل. تمام؟ يعني التيب ده بتقرب ما بتقربش؟ بنقربه ولا ما بتقربش التيب، مش بتاخد من التيب نفسه وتقرب. بيبقى في جنب ضغطين ماشي مع الكابل ده. قرب من التيب في مشكله؟ محدش بيقول ايه قرب التيب دي، انا ما اعرفش بصراحه. عند المحطه ورا بتاعته بس. انا ما اعرفش ان في حد بياخد من التيب نفسه وبيوصلها للتقريب. ملهاش لازمه، هو دي معمولة عشان استرس الميكانيكي بس. ان هي بتعملها بياخد من الطرف دي ازاي؟ هيطلع ازاي وياخد الطرف ده هياخد الشعيرات دي كده ويوصلها للارضي؟ لا يجمعها كده ويعمل لها جهاز ويوصلها. مش عارف والله عشان ما بس انا اللي اعرفه ان هو بيبقى الكابل ده الارمون بيبقى معاه كابل تقريض، بيبقى معاه كابل تقريض هو اللي بيتوصل بجسم المكنه، هو اللي بيتوصل يعني ما صدقوش كبديل بالردات، هو اللي بيتوصل بالردات معايا. تمام كابل تقريض كونتاكت بيوفر ممكن هو يوصله على اساس ان هو بيعمل بيه تقريض، بس انا صراحه ما بستخدمش كده. انا دايما التقريض بستخدم الكابلات، كابل التقريض اللي هو سواء كان كابل اخضر فاصفر، او في الحاجات بتاعت التقريض الكبيره اللي بره بنستخدم البيرد كيبل اللي هو الكابل الاصفر العيان. في عينه هنا عندك بيرد كيبل، بيرد اللي هو الكابل العيان. تمام؟ طبعا من ناحيه الكور زي ما احنا شايفين كده، في عندي اول حاجه سنجل كور، ده شكل سنجل كور، هو عباره عن كور وتشيز بس، مفيش عزل اصلا بعدين، يعني يعتبر اللي بعده ده تمام تشيز. وهو عباره عن ايه؟ لو انا عندي مثلا كروس سكشن اريا
اي رقم لحد ال 300 تمام بقدر استخدم سنجل كور تمام. طب بعد ال 300 لو انا عندي مثلا عايز 630 هتلاقي معظم المصانع بره بتصنع اللي فوق ال 300 بتصنعه سنجل كور. صنعه ايه؟ سنجل كور. يبقى هو بيستخدم الابلكيشن بتاعكم اف كروس سكشن اريا اكبر من 300 بستخدم سنجل كور او بستخدم الفرنايزر. عارف انت الصاعد او المنوره احنا بنسميه في مصر كده اللي انت بتطلع فيه الكابلات بستخدمه في الرايزر في حالات ريزيدنشال او المباني السكنيه بستخدم كابل التقريض العالي ده او بستخدمه ككابل تقريض. ده السنجل كور. بعد كده في عندي التو كور. في ناس كتير ما بتستخدمش اصلا الطرف بتاع الارض بيستخدم سلكتين بس واحده منهم لاير اللي هي بيبقى لونها دايما اللي هي البني والازرق بتبقى هي المين النيوترال. يبقى انت عندك لاير ونيوترال لاير ونيوترال. طبعا بس ده بيعمل لك مشكله لازم توصل كابل ثلاثي عشان يبقى فيه في كل الحاجات دي في ارض فيبقى فيه لاير ونيوترال وارث داخل نفس الجيز تمام. ده طبعا لو فولتج سنجل فيز. لاحظ الثلاث واحد ناس كتير جدا من الثلاث اطراف دول بقى بيه 3 فيز. لا هو سنجل فيز واحده ال واحده ان واحده ايرز تمام. بعد كده في عندك اللي كنت بقول لك عليها من شويه هو في عندك 3 كور نحاس تمام او الومنيوم. لو انت بصيت كده اي حد يقول لي هل ده لو فولتج ولا ميديوم فولتج الكابل اللي فوق؟ ميديوم. باين عليه جدا لان الانسوليشن بتاعه ايه؟ عالي تمام. بعد كده في الفور كور تمام. بعد كده موضوع الفورميشن زي ما قلنا في فلات فورميشن اللي هم الثلاثه جنب بعض او 3 فويل وهيبدا يشوف تاثير ان انا بحط جروب داخل نفس الشيس او بحط الثلاثه جنب بعض على شكل فري فويل او مين الستريت او الفلات. طبعا ده بيظهر تاثيره في الدريدنج فاكتور. خدها شويه قصه المتعادل بقى اللي هو النيوترال زي ما قلت لك في رقمين عايزك تحفظهم اللي هم ال 16 وال 35. خدها ركز معايا ركز معايا ما تنامش. النيوترال بنستخدم معاه ال 35. خدها كده نيوترال 35 ايرث 16. يعني ايه الكلام ده؟ النيوترال لو الكروس سكشن اريا 35 واقل 35 واقل يبقى اللاين قد النيوترال. يعني ايه؟ ارجع ليه سلايد سلايد فيها الجدول دي. بص كده من 35 وانت نازل لتحت دي حاله. يعني ال 35 وال 25 وال 16 وال 10 تمام والسته والاربعه في حاله النيوترال من ال 35 وانت تحت. اما في حاله الارث من 16 وانت تحت. يعني ايه الكلام ده؟ 35 واللي اقل منها في الحاله دي لازم يبقى اللاين قد النيوترال. يعني لو عندي كابل 25 لازم يبقى النيوترال بتاعه 25. 35 يبقى النيوترال بتاعه 35. 16 يبقى النيوترال بتاعه 16. طيب اللي بعد كده من الاول ال 50 في احتمالين يا اما يبقى قده يا اما يبقى نص. ليش طيب مش هيسوي كويس؟ ايه الفكره في ان انا اخلي النيوترال قد اللاين او نصه؟ حد يعرف؟ الهارمونكس. حد يعرف يعني ايه هارمونكس؟ فاكر انت في الايكوديال مش احنا شفنا دلوقتي تي اتش دي توتال هارمونيك ديستورشن؟ يعني ايه هارمونكس ببساطه شديده؟ المفروض لما انا اجي ابعت سيجنال بشوف علاقه هنا كنت بين التايم وبين مين؟ بين الفولت او التيار. لا انا دلوقتي هشوف علاقه بين الفريكوانسي وبين التيار او الجو. يبقى انا هنا كنت في حاجه بيسموها تايم دومين بشوف السيجنال في التايم. شفت السيجنال كده اهو مش دي الاي سي؟ لما اجي اشوفها هنا في الفريكوانسي ما بشوفهاش كده بشوفها خط عند 60 هرتز. يعني دي عباره عن قمه وقاع تمام ذبذبه كامله تمام حصلت في واحد على 60 من الثانية. وبالتالي لما اجي اقول التردد بتاع السعودية هنا 60 هرتز معناه ايه؟ معناه ان في 60 لفة حصلت في ثانية. 60 موجة حصلوا في ثانية، في مصر 50 يبقى 50 موجة حصلوا في ثانية. عدد الدورات الكاملة في الثانية ده اللي احنا بنسميه مين؟ الفريكونسي. وحدة قياسه بالهرتز. ممكن نسميها تمام؟ فأنا دلوقتي المفروض لما اجي ابص في الفريكوانسي مش دي عند 60 يبقى المفروض انا الاقي عند 60 هرتز هلاقي موجه ليها امبليتيود معين. لو انا مثلا عندي هنا
ودي 50، يبقى انا هلاقي عند ال 50 هنا موجب. المفروض لما اجي ابص في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاوسيلوسكوب الاقي عند ال 60 بس في سيجنال صح، وهنا باقي ما باقي ما فيش. راح قال لك لا، في مضاعفات ال 60 دي وبيقسموها لحاجتين اود وايفن، فاكر زوجي وفردي، في هارمونكس الموجه الثالثه والخامسه والسابعه والتاسعه، وفي هارمونكس اللي هي اللي هم بتوع الساير والكوزاير. انا مش عايز حته في اتصالات دي يعني مش في باور جانب، بس عايز اقول لك ان بيأثر على الكابلات التوتال هارمونيك ديستورشن، التشوه العام ده بناء على ان المفروض لما اجي ابص عند ال 60 مثلا الاقي سيجنال واحده، لا ده بلاقي عند ال 60 ومضاعفات ال 60 هلاقي حاجات اصلا انا مش عايزها تظهر، ادي الموجه الرئيسيه اروح الاقي شويه ايه؟ نويز، نويز بنسميهم دول، انا المفروض حاجات بتتسبب. تمام؟ ولذلك هو في البرنامج بيدخل بارامتر اسمه التوتال هارمونيك ديستورشن. ده ردا على السؤال ليه النيوترال ساعات بيبقى نص او يبقى المفروض لو انا عايز اقول التيار اللي هيمر، التيار اللي هيمر في النيوترال يا باشمهندس المفروض يبقى كام؟ زيرو. يعني انت حتى لما تيجي تقيس تستلم من المقاول دايما باجي ابص على الكهرباء بين النيوترال والارث، المفروض الكهرباء بين النيوترال والارث تطلع فرق الجهد كام؟ صفر. لان انا عايز في النيوترال ده احنا قلنا فايدته ايه؟ فاكر الرسمه اللي كان فيها كده تحت الستار والدلتا؟ المفروض المحصله الاتجاهيه، فاكر لما احنا قلنا سكيلر وفيكتور؟ ايوه. الاتجاهيه اللي هتمر هنا تبقى صفر. يعني لو ده مركبه الاكس والواي والزد بتوع ال واحد والاكس والواي والزد بتوع ال 2 والاكس والواي والزد بتوع ال 3، المفروض مجموع الاتجاهات بتاع الحاجات دي يطلع كده بزيرو. المجموع الاتجاهي للتيارات يساوي صفر. دي في حاله الاتزان. في حاله الاتزان. ايوه. لو هو مش متزن هتروح تلاقي بيه في النيوترال فيه كرنت، ودي مصيبه كبرى. لو النيوترال فيه كرنت دي مشكله. تمام؟ يبقى احنا بنحط النيوترال قد لاين او نص اللاين بناء على الهارمونكس اللي موجوده. طب الهارمونكس دي انا اعرفها ازاي؟ قال لك الاحمال زي الطبعات مثلا، واجهزه الكمبيوتر ومش عارف ايه دي بتطلع هارمونكس. فدايما في الانواع دي من الاحمال بيخلي النيوترال قد اللاين. عشان لو مر تيار يقدر يتحمله. ما هو ليه خلاه نص؟ عشان يوفر في الكروس سكشن اريا، يوفر في النحاس. ومعتمد ان اللي هيمر في النيوترال ده صفر، فمفيش حاجه هتمر فيه. صح؟ فهو عامل النص. طيب اهو بيبدا يتكلم بقى. بعد كده احنا خدنا النيوترال، بعد كده هياخد مين؟ الارسنج عند ال 16، يعني 16 وانت نازل ال 16 من 10 تمام، وال 6 وال 4 لازم يبقى الارس قد اللاين. اللي اكبر من 16 تمام نص اللاين. دي بقى ما فيهاش نص، عشان لا ده نص على طول، ده يعني خلاص يبقى انا النيوترال بتاع ده الارس يبقى نص اللاين اهو. اف الكروس سكشن اريا اكبر من ال 16 يبقى الارس ايه؟ نص اللاين. قاعده. طب ال 16 وال 10 وال 6 وال 4 قد اللاين. كذا مثال على الموضوع ده طبعا بيوضح لك الفرق اهو. زي مثلا هنا النيوترال قد 3 فيز تمام، او الارس نص اللاين او نص النيوترال اللي هو ده. بعد كده ندخل على تصميم الكابلات. طيب انا شايف الناس بدات تنام. بص انا في الكابلات بعتمد على شويه حاجات عشان نعمل ريفرش للناس، عشان نعمل ريفرش عشان الناس نامت، عشان نعمل ريفرش للساعه كام دلوقتي؟ عشان نعمل ريفرش. انا دلوقتي المفروض بحسب التيار اللي هتسحب بواسطه الحمل، وبناء على التيار اللي هتسحب بواسطه الحمل بحسب البريكر تاني. مين بيحمي مين؟ السؤال دايما بيتسال كده، مين بيحمي مين؟ السيركت بريكر. السيركت بريكر بيحمي الكهرباء ولا العكس؟ لا. مره كان في واحد عندنا في البلد كانوا عند تكييف في الجامع، فالمهم ايه كل شويه البريكر في اللوحه ينزل. في حاجه تمام، فمعنى كده ان الحمل
وانا عشان احمي الدنيا ما تولعش بفصل البريكر عشان احمي الكابل واللود. يبقى البريكر معمول عشان يحمي الكابل واللود. لا هو راح جاي حته مش عارف خشبه كده وحاططها تحت البريكر عشان يجبر ان هو ايه ما ينزلش شويه كده. ولقينا الكابل كله شاط والتكييف ضرب والكابل ولع تمام. ده كله عشان الزكي ده اللي هو حط في البريكر حاجه تمنع ان هو ايه ينزل. فاحنا دايما لازم نحط في دماغنا ان البريكر معمول عشان يحمي الكابل. البريكر معمول عشان يحمي الكابل. تعال نبدا نعمل ريفرش وندخل في الحسابات. سيبك من السلايدات عشان الناس نام. انا لو اديت لك لود اللود ده هديهولك باحد ثلاث طرق. يا اما بالكيلو وات او بالوات طبعا تمام او بالكيلو فولت امبير او بالهورس باور. هو ايه ده؟ ده باور. وخلينا نتفق ان معادله الباور ليها ثلاث صيغ. يا اما اي في في بس يا اما اي في في كوزاين باي يا اما جذر 3 اي في بي كوزاين 4. دي في حاله السنجل فيز ودي في حاله الثري فيز. مهندس علي مهندس علي عايزك تركز معايا. انا عايز من هنا اطلع التيار اعمل ايه؟ دي الزيته بتاعت المحاضره. خلينا سيبك من السلايدات خلينا نشتغل. انا دلوقتي اديت لك حلم. انت عندك في البيت عايز تركب الخمس كشافات دول وتوصلهم ببعض. عندك الكشاف ده لمبتين، اللمبه الواحده 36 واط في 2 ب 72 هتركب اربع كشافات. يبقى تضرب 4 في 72 طلع رقم سي 300 واط تمام. 300 دي اللي هي مين؟ الباور. 300 واط. انا هاخد الباور دي واشتغل على المعادله دي ولا دي ولا دي؟ حسب الحمل. هل الحمل ده سنجل فيز ولا ثري فيز؟ مش مهندس اللي ورا خالص. اللمبه دي سنجل فيز ولا ثري فيز؟ سنجل فيز. اه اي واحده الميجا في الاول دي؟ سنجل فيز. هي ايه سي؟ سنجل فيز. سنجل ولا ثري؟ سنجل. عرفت من فين سنجل؟ ممكن تكون ثري. الموتور اللي 3 فيز لكن دي لمبه هاي. لا في مواتير سنجل فيز وفي مواتير 3 فيز في الاثنين. بس هي لمبه سنجل فيز. اللمبه دي بتشتغل سنجل فيز بتشتغل على 220 صح؟ يبقى انا عارف السنجل. السوكت اما السوكت فيه منها سنجل فيز و 3 فيز ما تقوليش سنجل اكيد. يبقى حسب اللود نفسه طبيعه اللود. مش في سوكت فيها خمس فتحات تمام؟ 3 فيز من الشكل عرفناها وفي واحده فيها ثلاثه واحد لاين ونيوترال وارث. الثاني ايه؟ لاين واحد ولاين اثنين ولاين ثلاثه ونيوترال وايه؟ يبقى حسب نوع الحمل. ما في تكييفات تلاقي التكييف ده 3 فيز وتلاقي التكييف ده سنجل فيز. يعني التكييف ده سنجل فيز ولا 3 فيز؟ عرفت من فين؟ لازم اشوف الباور بتاعته او الدايجرام بتاعه. بس في قاعده بقى بتقول لك ايه؟ التكييفات بصفه عامه لحد 5 حصان لحد خدها قاعده مني لحد 5 حصان بيبقى كل الخمسه حصان والاقل سنجل فيز. من فوق الخمسه حصان بيبقى 3 فيز غالبا بنسبه 90%. طيب احنا بنصمم مثلا البيت انا احط الاحمال عشوائيه. لا بعمل حاجه اسمها لود استيميشن ودي بقى ان شاء الله لو في محاضرات ثانيه هنديها في الجمعيه هنا. هناخد بقى تقدير الاحمال. يعني انا ازاي ابدا يعني انا في الاول لما اجي اعمل مشروع عشوائي بعمل ايه؟ باخد البلان المعماري. مش المعماري قاعد ضرب سيجارتين قال لك الفراغ ده هنعمله قاعه مش عارف محاضرات، الفراغ اللي هناك ده هيبقى الطرق، الفراغ ده الحمام، الفراغ ده معمل كمبيوتر، الفراغ اللي جنبه مكتب المدير. مش حسب الفانكشن بتاعت الفراغ انت بتفرش الخدمات كمهندس ديزاينر؟ يبقى انت حسب المكان ده ما بقاش انا مثلا داخل هنا والاقي فيه فيشتين بس في قاعه شرح، لا الاقي فيه فيش كتير. واحد تاني في غرفه النوم. هتدخل انت مثلا في اوضه نوم واحد تلاقيه حاطط 50 سوكت انت نايم انت وعيالك تمام؟ مفيش 50 واحد يدخلوا معاك في الغرفه، يبقى ما تدخلش في غرفه نوم وتروح تلاقي واحد حاطط 50 سوكت تمام؟ يعني انا مره دخلت في مكتب مدير في احد المشاريع اللي شغالين فيها لقيت عنده 42 سوكت في المكتب استغربت. هم عملوا ايه؟ ده كان معمل كمبيوتر، ما
ايه؟ قلبوه. ولذلك انت بقول لك لازم تاخد المعمار المعتمد فاينل. احنا دايما في الكهرباء بنشتغل اخر باس. تاخد الاجهزه المعتمده من بتاع ميكانيكا، يعني ما اقولكش والله البامب دي مش عارف تقريبا كذا، لا يا حبيبي. اعتمد البامبات من الميكانيكا، اعتمد التكييفات، اعتمد مضخاتك بتاعت مش عارف ايه، بتاعت الفاير بتاعت مش عارف اي بمبار، وهاتها لي وانا اخد الريت بتاع الباور ده. وانا زي ما قلت لك، انت في الاخير راجل الفانكشن بتاعتك بتديني بريكر وكذا. انت ايه شغلانتك؟ تشغل المكنه اللي قدامك دي، خلاص هدي لك بريكر وكابل اشتغل. عشان احسب البريكر والكابل دول بناء على ايه؟ بناء على حلو. لذلك قلت لك في اول محاضره مين بيحدد مين؟ الاحمال هي اللي بتحدد. يبقى انا في الاول لو رحت جبت كشافات زي دي مركب، تلاقي واحد مثلا مهندسين التصميم مركب مثلا من الكشاف ده 50 كشاف على لينيا واحده واخدهم على بريكر، غلط. الكود بيقول لك الستاندرد بتاعنا في الكود اقصايه في اللينيا الواحده 2 كيلو. 2 كيلو فولت امبير. في ستاندرد هقول لك ما تقوليش اسبير كود واسبير ستاندرد للمقاول، وما تقولهوش الستاندرد رقمه كام، لازم تقول له ايه الستاندرد اللي بيقول كده. مش تدخل تقول له لا نوت اسبير كود، نوت اسبير ستاندرد، طب انا كود يا عم؟ لازم تبقى عارف الكلام ده موجود فين في الكود. طول اللينيا بيفرق طول اللينيا طبعا. بيفرق طول اللينيا، بس اقصى باور اقدر احطها على لينيا واحده تمام في السوكت وفي اللايتنج 2 كيلو فولت امبير على 2000. يعني لو السوكت دي مثلا السوكت الواحده احنا حاسبينها، هناخد في المحاضره بتاعت السوكت بحسبها ب 200 فولت امبير او 250، يبقى انا اقدر اركب على لينيا الواحده 8 سوكت. اخر تلاقي واحد مهندس مصمم عامل لك 8 سوكت، بس هو ناسي حاجه ان هو دي اصلا مش سنجل سوكت، حاطط سوكت اللي هي فيشتين. الدبل سوكت دي الدبل سوكت الواحده بتتحسب ب 500 فولت امبير. يعني انت هتركب على الليبيا اربع سوكت بس. ده هناخده في اللوجيستيك في حسابات الاحمال. من احد حسابات الاحمال الاكزامبل اللي انا هاخده النهارده تمام، على ان انا ازاي احدد حمل وبناء على المعادلات اللي انت خدتها في الكليه. والناس يقول لك لا يا عم ده البرامج بتطلع، لازم تبقى فاهم البيز ده. يبقى انا هنا هستخدم معادلتين، مهندس عالي لو انا عايز احسب التيار، مهندس عالي اي بتساوي بي على بي، صح؟ لو من المعادله اللي تحت اي بتساوي بي على بي كوزاين فاي، هنا اي بتساوي بي على جذر 3 في بي كوزاين فاي. الكوزاين فاي ده الباور فاكتور بتاع كل مكنه. يعني دلوقتي شركه الكهرباء بتجبر الناس ان انت عشان تشتغل وتاخد مني كهرباء لازم الباور فاكتور بتاعك بتاع المنشاه الكل اللي انت هتوصل لها 9 من 10. لا مش واحد، مش حد يوصل لها 9 من 10. 9 من 10 من الكونديشن بتاعت الكهرباء 9 من 10. في اماكن ثانيه بيقول لك 92%. لازم تحسن باور فاكتور. هتقول لي طب ايه دخل شركه الكهرباء ان انا احسن ولا ما احسنش؟ هي اعمال يا اخي. انا هجيب اعمال زباله، باور فاكتور زي الزفت، هي مالها؟ حد يقول لي الحمد مش بيتحسب على العداد بتاع الكستمر. يا عم ما انا يا عم الباور هقول لك يا عم، انا خليني بس واحده واحده. هو الباور فاكتور ده لو وحش 7 من 10 مثلا، مش هقول لك 8 من 10. هو دلوقتي انت مش لما بتدخل لي 1000 بضربها في 7 من 10 باخد منك 700؟ مش انا دافع ال 1000؟ ماله هو؟ انت مش هتاخد والا ما كانش حد اصلا حسن الباور فاكتور. طب سعر، هل الباور فاكتور قيمه الكوزاين فاي دي بتاثر عليا كوست؟ ايوه. لما انت بتروح تشتري موتور الباور فاكتور بتاعه 8 من 10. الموتور ده مثلا 2 حصان 2 هورس باور ب 1000 ريال. نفس الموتور الباور فاكتور بتاعه 95% ب 1500 ريال. هتقول لي طب انا دفعت الفلوس الزياده استفدت ايه؟
انا خدت ليه لما الباور فاكتور اتحسن يعني خساره على ايه خساره شفت الكهرباء يعني ايه خساره شفت الكهرباء اصلا شركه الكهرباء لو الباور فاكتور بتاعك اقل من 8 من 10 مش هتدي لك الخدمه ليه بقى لان انا اسف في اللفظ اللي هقوله ده الزباله بتاعت الشغل بتاعك ده هتاثر عندي على الشبكه فهي المشكله مش في الفلوس بس فانت لما بتسحب من المين سورس او من المحطه بتاعت المينيم دي تمام بتسحب بتسخن لي الكابلات اللي انا مش انا موصل لك بفيدرز كابلات هتسخن لي الكابلات هتاثر لي على البريك هتعمل لي انستابيليتي في الشبكه هتخلي الجهد يحصل فيه فاريشن يتغير نتيجه ايه؟ الباور فاكتور بتاعك ده بيعمل هارمونكس كمان ده كله بيرجع على الشبكه يبقى شركه الكهرباء ليه بتشترط عليك ان انت تحسن الباور فاكتور؟ عشان ده بيأثر عليها بالسلب وهو بيكبر ولذلك في قواعد تبع شركه الكهرباء لو انت فوق 9 من 10 بيدي لك بونص بيدي لك فلوس لو انت اقل مش عارف من 9 من 10 لحد 85% تمام بيخصم عليك مش عارف كذا اقل من 8 من 10 ما بيديكش اصلا كهرباء ولذلك انت مش مهندس لو عامل نفسك ناصح ورحت اشتريت المول بتاع ده المحرك او الموتور اللي هو ب 1000 بدل ما تجيبه ب 1500 كان الباور فاكتور بتاعه قليل ما انت كده اصلح كسبت في الموتور ده 500 ريال الموتور ده ضحكت على الناس هتيجي سيبك من الفاتوره الفاتوره واحده هتيجي في الاخر هي وهو شركه كهرباء هيكبر بتعمل كباستور بنك يعني هتجيب مكثفات عشان توصل ال 8 من 10 التوتال دي ل 9 من 10 فاللي انت عملت نفسك ناصح فيهم دفعت ممتلك مين في الكباستور بنك وممكن لو قليت تمام يشيل من عندك الخدمه فعرفت ايه؟ حسيت بقيمه الكوزاين باي كده تمام؟ طيب تعالى نحسب الباور دي في حاله السنجل فيز مره وفي الثري فيز مره عشان في واحد بره في السوق يقول لك ايه؟ يا عم بس انت قول لي الباور قول لي الباور واطلع لك التيار في ثانيه كده. يقول لك هم رقمين محفوظين في السوق خدهم مني. واحد ونص واربعه ونص. اي حد من العيال اللي شغاله في السوق يقول لك انا اخد البتاع ده واضربها باربعه ونص. او اخد البتاع ده واضربها في واحد ايه واحد ونص وثلاثه ونص السر بتاعهم. قربت اخلصها. ايه السر بتاع واحد ونص وثلاثه ونص؟ واحد ونص اهو عندي انا التيار بيساوي الباور مقسوم على مين؟ على الفي كوزاين فاي صح؟ كوزاين فاي او التيار بيساوي الباور على جذر 3 في الفي في كوزاين فاي اعتبر الكوزاين فاي في الحاله دي واحد ودي بواحد تمام؟ تمام الباور دايما اللي احنا هنشتغل بيها دايما هي التوتال باور او الابيرنت باور اللي هي بالكيلو فولت امبير يبقى انا لو مدي لك بالوات لازم تحولها. لو مدي لك بالحصان لازم تحولها، هنشوف التحويل، بس انت خد مني قاعده ان انا دايما بحول كل الباور باي صيغه بحولها لصيغه مين؟ الفولت امبير او الكيلو فولت، بحولها للفولت امبير. طب عشان كلمه كيلو دي طالعه لي في الزور دي اعمل ايه؟ اقول ان دي 1000. باشمهندس الجهد السنجل احنا قلنا كام منها؟ 220 110 تمام؟ طب هنا في المعادله دي 380 في جذر 3 صح؟ خد الرقم ده وهنا الباور ده احنا قلنا بالكيلو يبقى في 1000 يبقى لو مره قسمت 1000 على جذر 3 في 380 والمره دي بتقسم 1000 على 220 1000 على 220 دي هتلاقيها في 4.5 تقريبا تمام اشتغل تقريبا و1000 على جذر 3 في 380 دي هتلاقيها 1.5 يبقى انا لو اديت لك حمل لو اديت لك حمل لو اديت لك حمل اي مكنه او اي موتور اقل من ال 5 كيلو فولت امبير زي ما قلت لك او اقل من 5 حصان ده سنجل صح؟ السنجل تضربه في كام؟ 4.5 السنجل يا جدعان اللي فوق 4.5 1.5 دي بتاعت الثري فيز، يعني لو قلت لك موتور 30 حصان تضرب في 1.5 ولا 4.5؟ 1.5 ليه؟ لان 30 حصان اكيد ثري فيز، فانت لازم تبقى فاهم المعنى، طبعا الحصان الهورس باور ده بيساوي تقريبا 1 كيلو فولت امبير، خد المعلومه دي مني، الهورس باور بيساوي 1 كيلو فولت امبير. قول ال 380 تمام؟ اقول ايه؟
دول لو دول 380 على 3 فيز نضرب 1.5، انما لو 220 عندنا مباني شغاله على 220 3 فيز هتحسبها عادي 3 فيز هتكتب هنا 220 مكان دي وهي قاعد الجهاز الجهاز، بس اللي هو 3 فيز 220 تقريبا اتلغى تمام؟ انت بتشتغل على سنجل فيز 220 و 3 فيز 380 او 400 مش هتفرق تمام؟ الحصان بيساوي 1 كيلو فولت امبير يا شباب. طب لو عايز احول من الوات للكيلو فولت امبير اضرب في الباور فاكتور. مش انت عندك الاس هي اللي بتساوي اي في بي صح؟ والبي بتساوي اي في بي كوزاين فاي. يعني اقدر اشيل الاي في بي دي واحط مكانها مين؟ اس في كوزاين فاي. يعني العلاقه بين الباور كبيرة الباور الكلية اللي هي الجزار في المثلث، انت خدت المثلث كده ادي فاي وادي بي تمام وادي اس وادي كيو، ولذلك انت قلت البي عبارة عن مين؟ خد ادي الزاوية هي فاي كوزاين فاي. الكوزاين دي بالعربي مش بتساوي المجاور على الوتر؟ المجاور على الوتر اهي بي على اس، يبقى المفروض البي بتساوي اس كوزاين فاي. طب والكيو المقابل على الوتر؟ يبقى المفروض كيو بتساوي اس ساين فاي. حلو حلو، يبقى انا الرقم اللي طلعته ده يا باشمهندس علي اللي ضربته في 1.5 او في 4.5 ده تيار الحمل. تيار الحمل هنسميه ايه؟ اي لود. يبقى تقدر يا باشمهندس بسرعه كده تطلع لي الاي لود صح؟ خد مثلا مضخه 30 حصان يبقى 30 في 1.5 45 ايه؟ امبير. يبقى التيار المسحوب بواسطه المضخه دي او الموتور ده 45 امبير. حلو؟ بعدين اروح اعمل ايه؟ انا دلوقتي طلعت انا اديت لك الباور للود. طلعت منه الهاي لود. ضربت 30 اهو الباور للود 30 حصان. اللي هي 30 كيلو فولت في 1.5 كيلو فولت امبير، لان احنا قلنا الحصان بفولت امبير او بكيلو فولت امبير، يبقى 30 في 1.5، ال 1.5 دي جت من فين؟ 3 فيز. عشان 3 فيز 1000 على جذر 3 في 380 طلعت كام؟ 1.5 تطلع ب 45 امبير. اضربها في 1. ده تيار الحمل. بحسب بعديها مباشره تيار البريكر مش الكابل، يبقى من تيار الحمل بحسب الهاي سيرفيس بريكر. ده بيساوي حاجة بنسميها السيفتي فاكتور. سيفتي فاكتور مضروب في تيار اللود. يعني انت هتاخد 1.25 سيفتي فاكتور، في ناس بتحسبه 1.25 وفي ناس بتحسبه 1.2 وفي ناس بتحسبه 1.1. خد على الكود المصري اعلى حاجة 1.25 تمام، اللي هو ايه؟ 1.25 في كام؟ 45 كام يا باشمهندس؟ 56 وربع. طيب هروح اجيب بريكر 56 وربع. لا مفيش بريكر 56 وربع، هعمل ايه؟ في كيبل هنا اهو. ده كام ده؟ 56 وربع 25 امبير. ده تيار مين؟ ده سيركت بريكر، البريكر اللي انت هتجيبه. البريكر اللي انت هتجيبه. اروح للراجل اقول له 56 مفيش، اعمل ايه؟ اروح للستاندرد يجمع لك كل الريب. البريكرات في ثلاث انواع عندي في السوق، يا اما منيتشر سيركت بريكر، مولدد كيس سيركت بريكر، اير سيركت بريكر، والستاندرد بتاعه في السوق هو الرسمه دي تمام؟ اللي هو في عندي 10 امبير و16 و20 و25 وفي 30 خلي بالك في النص، في شركات بتصنع 30 ومنتشر 30 و32 و40 و50 و63 و80 و100 و125 اخره 125. طب المولد كيس سيركت بريكر بيبدا من 16 بص وبينتهي عند 1600، رقم محفوظ 16 حط لها صفرين بيبدا 1600. الاير سيركت بريكر بيبدا من 630 حط لها صفر تبقى 600 وكده 6300. في اماكن فيها يعني مثلا ال 100 بريكر ال 100 في منه مينيتشر سيركت بريكر وفي منه مولد كيس سيركت بريكر. في محاضره سيركت بريكر هناخدها بالتفصيل.
بس خلينا نقول دلوقتي انا هستفيد بالجدول ده ايه؟ ان الرقم اللي طلعته هروح لاقرب قيمه، مش القيمه الاعلى، للقيمه الاقرب. تاني بعد ما طلعت الاي سيركت بريكر، ده التيار اللي هيمر بسيركت بريكر، قيمه السيركت بريكر اللي هو سيلكتد بناء على الستاندرد اللي بيتباع في السوق، اقرب قيمه هنا كام؟ 63. يبقى انا هختار هنا سيركت بريكر 63 امبير، التيار بتاعه اي سيركت بريكر الفعلي الاكشوال. كده انا عرفت ان المضخه دي او الموتور ده هيركب لها بريكر 36 امبير. قشطه عليك زي الفل. هتعمل ايه بعد كده؟ هتاخد بقى قصه ان انا عايز اجيب الاي كيبل. الاي كيبل خدها معادله على طول بقى اللي هي مين؟ بتساوي الاي سيركت بريكر الاكشوال تمام اللي انت جبته اللي هو من الستاندرد مقسوم على الدي اف دي ريتنج فاكتور. الدريتنج فاكتور دي هنحسبها بقى حسب ايه؟ الكابل ده هيبقى مدفون في الارض اهو، دي كل معاملات الدريتنج فاكتور. اير تمبريتشر دريتنج فاكتور، هل الكابل ده تمام؟ في درجات حراره مين النورمال هنا عندي ال 40؟ بواحد. طب لو درجه الحراره زادت بيأثر على الكابل بالسلب ان هو بيضرب في 95%. طب ده في حاله مين؟ لو بي بي سي. طب لو اكس ال بي اي هيضرب رقم تاني. طب لما بيقل في التيار يبقى باخد العكس دريتنج فاكتور. يبقى في التمبريتشر في الجروبنج كام كابل موجودين جنب بعض؟ هل هم فلات ولا تري فويل؟ يبقى في شويه معاملات كده اللي هم بتوع الدريتنج فاكتور عشان الوقت بس. باخد القيمه دي تقريبا حسب الكابل او حسب البند اللي عندي. طلع مثلا الدريتنج ده بحسب ايه؟ بحسب التجاور الجروبين فاكتور والتمبريتشر واضربهم كلهم في بعض، طلع زي 8 من 10. يبقى هاخد 63 دي واقسمها على كام؟ احسب بقى معايا، طلعت كام؟ اكتب كده 63 على 8 من 10، اي حد بيلاقي الحاسب يعمل 63 على 8 من 10. 80 78 78 ايه؟ امبير. هروح بقى اخد الرقم ده واجري، انا فرحان ليه؟ وصلت للاي كيبل خلاص هقدر احدد الكروس سكشن اريا على البركه. هعملها ازاي؟ اهو هرجع بالسلايد للجدول. الجدول بتاع الكابلات اللي هو بيظهر انا بس ما اعرفش انا رايح عكس اللي احنا كنا واقفين عليه ده اللي هو بتاع الكروس سكشن اريا. اهو بشوف الحاله بتاعتي، هل الكابل ده في الارض ولا في الهواء؟ اهو ليد ان جراوند ولا ليد ان فري اير؟ خلاص يا عم انا هركبه على كيبل تري، يبقى ليد ان ايه؟ فري اير. خلاص حلو، احط الكابل ده 3 فويل، يبقى انا همشي فين؟ 3 فويل. ده هعرفها من فين؟ من توصيف البند اصلا بتاع الكابلات عندي في جداول الكميات او في الوصف. يبقى انا همشي هنا مثلا الرقم طلع كام؟ 78. فين 78؟ امشي كده ادي 65 وادي 90. اروح لمين؟ للاقرب. لو الاثنين دول قريبين من بعض يعني المسافه بين ده وده متساويه تقريبا يبقى اروح للاكبر. اروح للاكبر. لما اروح للاكبر يبقى انا رحت هنا 78. فين 78؟ اهو 78 هنا. يبقى اروح لل 90. همشي كده في 90 الاقي عندي ان المضخه دي يركب لها كابل كام؟ 25 مللي. الف مبروك انت حددت الكابل. تعال نقولهم تاني على السريع وهننزل خلاص. لو انا عندي حمل، لو انا عندي حمل الحمل ده عايز احدد الكابل بتاعه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اهو مثال اهو عندي 3 تمام فيز 50 هرتز اللود 40 حصان. اعمل ايه 40 حصان ده سنجل فيز ولا 3 فيز؟ انت بفكر 3 فيز اضربها في 1.5 ولا 4.5؟ اضربها في 1.5 يبقى اخد ال 40 اضربها في 1.5 تمام؟ 40 في 1.5 بكام؟ ب 60. ب 60. 60 دي اللي هي اي مين؟ اي لود. واحد وربع اضربها في سيفتي فاكتور 1.25 يطلع عندي الاي سيركت بريكر. بس مش هو ده الرقم اللي انا هجيبه، اروح للستاندرد اضرب كده 60 في 1.25 75
75 هروح للسيركت بريكر الاقرب 80 80 اهو السيركت بريكر الاقرب لازم تخلي الجدار ده قدامك اهو 75 اقرب لل 80 يعني لو لقيته مثلا سيركت بريكر مثلا 70 لا يبقى 70 تمام ممكن اروح لل 63 لو انت عايز تسايق اكتر مفيش مشاكل يعني محدش هيقدر يقول لك لا روح للي بعده بس ما تبقاش مثلا لان لما تدخل في الرنجات الكبيره هنا لقيت مثلا سيركت بريكر مثلا طلع لك 800 مثلا و20 ولا 850 هاخد ال 800 ولا اخد ال 1000 ما انت مش بتاخد الاكبر دايما بتاخد الاقرب تمام طيب احنا طلعنا كام الجدول هنا الناس اللي معايا 40 ضربناها في كام في الاول 1.5 طلع كام 60 ده تيار مين اللود ضربناه في سيركت فاكتور 1.25 طلع دماغ سيركت بريكر مفيش سيركت بريكر 60 رحنا السيركت بريكر اللي بعده 80 ولا 63 ففي 63 طيب 75 وكان كام لان انت بتاخد التيار بتاع السيركت بريكر بعد ما ضربت 1.25 تمام طلع 75 مين اللي بعده اللي هو كام 80 يبقى ده مين الاي سيركت بريكر هاخد الاي سيركت بريكر دي اقسمها على الدريتنج فاكتور تديني مين الاي كيبل تيار الاي كيبل الاي كيبل ده بروح للجدول حسب حاله الكابل بمشي تمام باخد اقرب قيمه لي واروح اجيب مساحه مقطع مين الدريتنج فاكتور ده كان الدريتنج فاكتور ده حسب بقى درجات الحراره الكابل مدفون على عمق كام تمام محطوطين ازاي جنب بعض دي كلها معاملات تاثر معاها في جدول يعني في كذا كل تخرج من كتالوجات الشركات ليها دريتنج فاكتور حسب انت الجروبنج اللي هتعمله هتقول طب بجيب الدريتنج فاكتور الكل ازاي بضرب كل الدريتنج فاكتور في بعض يعني التمبريتشر دريتنج فاكتور بضربها في الجروبنج دريتنج فاكتور بضربها في الدبس الدبس دريتنج فاكتور بيطلع رقم غالبا في ناس كتيره بتاخد الرقم ده 8/10 في المتوسط بس هو حسب كل حاله طبعا الكلام اللي احنا عملناه ده كله عشان نقدر نحسب الجدول لازم تبقى انت فاهمه كويس جدا عشان لما تبقى انت يوزر او مستخدم للايكوديال مثلا تبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل مش طلع لك رقم ممكن انت تكون مدخل رقم كبير تيجي تدخل قيمه ما يرضاش اصلا يبقى رافضها يبقى انت اوت اوف رينج يبقى انت لازم تبقى فاهم المعادلات دي شغاله ازاي؟ ان شاء الله باذن الله هنرتب بس محاضره جايه هيبقى فيها ان شاء الله بعد كده النقله اللي بعد كده سيركت بريكر واللوحات، سيركت بريكر واللوحات. سعداء بيكم، شكرا جدا لتشريفكم وان شاء الله نكون افدناكم بحاجه ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في المحاضرات القادمه باذن الله. سؤال ناخد صوره؟ ان شاء الله طبعا. طبعا، سؤال بس. شكرا بس الاول لو اي حد دوس شكرا انتوا قدرتوا تستخدموا سؤال بس يعني مش عارف سؤال بس عن شغل باشمهندس انا والصوره مع بعض